صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. سعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. سنين كتير قدرت فيهم مصر توصل لمعادلة قوية جدا واستثنائية في دعم مظلة الحماية الاجتماعية. وضعنا أسس متكاملة لهذه المظلة، قدمت فيها الدولة وقيادتها السياسية العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، وده من أجل التخفيف، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير شبكة أمان اجتماعي، خصوصاً طبعاً في ظل التحديات والأزمات العالمية اللي جات ورا بعضها. ده اللي خلى الدولة المصرية تفكر وتشتغل على حلول سريعة وفعالة. ليه؟ من أجل المواطن طبعاً، أو من أجل الأسر الأكثر احتياجاً، حتى لا تتأثر بهذه التداعيات وهذه الإشكاليات يا جماعة. صحيح يا شاذلي، لكن دايما يعني احنا بنحب ان احنا نشير للأرقام، لانه زي ما دايما بنقول لغة الأرقام لا تكذب، وبتوضح لنا كده الصورة بشكل دقيق. لو هنتكلم عن ملف مظلة الحماية الاجتماعية، مليان أرقام كبيرة جدا وإحصائيات أكبر، أرقام لو يعني فصصناها كده مع بعض وحللناها حضراتكم هنكتشف اننا قدام أكبر مظلة حماية اجتماعية اتعملت في تاريخ مصر، وما اعتقدش ان هذه المظلة حصلت قبل كده نهائيا. يعني على سبيل المثال، مثلا برنامج تكافل وكرامة، المشروع اللي اطلقته الدولة المصرية عشان تعزز به شبكة الامان الاجتماعي في كل المحافظات، وتم توجيه مخصصاته النقدية للمناطق الاكثر احتياجا للتنمية. وزي ما احنا دايما بنكلم شاذلي، في الحقيقة يمكن بكل تأكيد كان في دعم وكان في مشروعات بتحصل في قرى، لكن ما كانتش بتوصل لكل القرى، ولو وصلت لمحافظات وقرى بعينها ما بتوصلش للنجوع، وبتوصلش يعني مش بتتمدد، وحتى ما اعتقد ما بتبقاش كمان بدراسة دقيقة حسب كل مكان، حسب موارده وحسب احتياجاته. صحيح، وكان بيبقى في بعض الاوقات في ازدواجية، يعني بنلاقي اسر بتحصل على دعم مرة واثنين وثلاثة، وفي اسر تانية مش قادرة توصل لهذا البرنامج. لكن زي ما كانت جمانة بتتكلم عن تكافل وكرامة، البرنامج ده في 8 سنوات فقط، يعني البرنامج ده انطلق في 2015 وكان عدد الأسر المستفيدة منه وقتها 2.5 مليون أسرة. دلوقتي وصلنا كام؟ وصل أعداد المستفيدين من هذا البرنامج أو المشروع لحوالي 5 مليون أسرة، ده غير طبعا الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة وصلت 25%. تكلفتها السنوية قد إيه؟ وصلت ل 6 مليار و 400 مليون جنيه. صحيح. لو كمان بقى هنشير ولو حابين كده كمان نحط خط أحمر على القرارات الأخيرة اللي سبق وأصدرها سيادة الرئيس برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليار و400 مليون جنيه ل 529 مليار و700 مليون جنيه، دي بنسبة تقدر ب 48.8%، يعني بنتكلم في حوالي 50%. الزيادة دي جت ليه؟ الزيادة دي جت عشان تساعد المواطن المصري في ظل موجة التضخم العالمية اللي يمكن بقالنا فترة كبيرة جدا بنقول ان هي مستوردة. بالطبع احنا عندنا بعض المشاكل الداخلية، لكن المعظم او اكثرها هي ازمة مستوردة يا شاذ. صحيح. خلينا برضو نكمل عن الموازنة، وانت بتتكلمي بلغة الارقام. تم تخصيص 127 مليار و700 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، ده لدعم السلع التموينية بمعدل سنوي وصل ل 42%، مقارنة بكام؟ مقارنة ب 90 مليار للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، وكمان 119 مليار و400 مليون جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة تخطت 58%، ده طبعا عن العام المالي الحالي،
و10 مليار و200 مليون جنيه ده لدعم الاسكان الاجتماعي بمعدل سنوي او معدل نمو سنوي 31.5% مقارنه بكام؟ مقارنه ب7 مليار و800 مليون جنيه. كمل بقى في الارقام اللي انت ذكرتها يا شاذلي، ده بجانب تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعدل نمو سنوي 25%، 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة ب 191 مليار خلال العام المالي الحالي. ده بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة حوالي 8 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%، وارقام تانية كتير بقى يا شاذلي. بكل تأكيد كل هذه الارقام والاحصائيات هتكون معانا النهارده في فقرة مخصصة لملف الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى فقرات أخرى. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لزميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات بعد طبعا ما نصبح عليها. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا جوانا. صباح الفل يا شاذلي. صباح الخير عليكم. قولي لنا بقى ايه اخر اخبار الطقس كده؟ ارتفاع طفيف في درجات الحراره، احنا وده الطبيعي في الوقت ده من السنه عشان ما نتصدمش. مادام طفيف احنا كويسين ان شاء الله. فضل. خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده لسه في انخفاض طفيف في درجات الحراره، ولكن الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودرجه الحراره في القاهره النهارده 32، واعلى درجه حراره هتكون في ابو سمبل 41. أقل درجة حرارة في مطروح هي 26 درجة، وطبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها طبعاً إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد إن مصر كانت وستظل دائماً سنداً وعوناً للسودان الشقيق. كمان السيد الرئيس استقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية. أيضا رئيس الوزراء عقد اجتماع مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والحكومة نفت وجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وأخبار ثانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. مجموعة كبيرة من الأخبار حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له. الرئيس أكد خلال اللقاء إن مصر كانت وستظل دائماً سند وعون للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة اللي بيمر بيها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة اللي بتجمع البلدين الشقيقين. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. تناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال الاتفاقية اللي تم توقيعها بين الجانبين بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع مختار ديوب العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية والوفد المرافق له لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وده مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لوجود عجز في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، وشددت على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية بشكل طبيعي بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية. وأكدت كمان إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وغيرها من المنتجات الغذائية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشيرة إلى شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق لمتابعة موقف توافر السلع ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وداب مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وأيضاً بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي. وبالنسبة لجولة صباح الخير يا مصر في المحافظات، كمان معانا مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر أمس، ومن أبرزها محافظة أسوان خصصت جوائز لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية وارتفاع توريد القمح في محافظة سوهاج لأكثر من 109 ألف طن من بداية انطلاق الموسم. كمان في تفاصيل عن انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم وعودة رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد توقف 4 أيام، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار، أبرزها أن محافظة أسوان أعلنت أنه هيتم توفير الدعم التقني والدعم المالي للمشروعات الخضراء والذكية للمرحلة الثانية، وهيتم تسليم الجائزة للمشروع الفائز واللي بتوصل ل 750 ألف جنيه، وده بيجي في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. محافظة سوهاج أعلنت عن توريد 109,436 طن 478 كيلو قمح بالشوان والصوامع في نطاق المحافظة من بداية موسم توريد الأقماح، وبيتم انتظام سير عملية توريد الأقماح بدون أي معوقات، ووصلت مساحات القمح المنزرعة السنة دي 174,816 فدان بمختلف مراكز المحافظة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أعلنت قطع المية النهاردة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها زي كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 2 الظهر من نفس اليوم، وده لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال الفترة المذكورة. سلطة الطيران المدني قررت عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقف استمر 4 أيام على التوالي، وخرجت 22 رحلة من أرض مطار البر الغربي على متنها 500 سائح من حول العالم. محافظة البحيرة أكدت أنه تم فحص 325 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة زي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي. كمان محافظة دمياط شهدت اصطفاف 3 سيارات مكبس تم شرائهم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، ووصلت سعة السيارة الواحدة 6 متر مزودة ب 192 صندوق قمامة، وده ضمن حصر احتياجات منظومة النظافة وتوفير جميع الإمكانيات للارتقاء بها في كل المناطق. مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية نظمت قافلة بيطرية مجانية في قرية صفت تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة. وفي القافلة تم الكشف وتقديم العلاج ل 402 حيوان و 6350 طائر مع صرف التحصينات والأدوية. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة أكدت أنهم شغالين على زيادة معدل ضخ مياه الشرب من المحطات لضمان وصولها لآخر الخطوط الممتدة في جميع الشبكات، وده بسبب زيادة استهلاك المياه في فصل الصيف خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة. وتم وضع خطة مراجعة للمناطق الساخنة في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد اللي من الممكن أن تشهد ارتفاع في استهلاك المياه بكميات كبيرة. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرتنا في صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لحد الساعه 10.
نصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية هنبص فيها على شوارع القاهرة والمحافظات. دلوقتي الناس طبعا بدأت تنزل، وهنبدأ من محافظة القاهرة. الكثافات بتبدأ تزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية. لو بدأنا من الكورنيش هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففيه هناك سيولة مرورية. كوبري اكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة لغاية غمرة. أما اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي في هناك كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان في كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. كمان ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ونفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح. هناك في برضو بعض الكثافات المرورية النسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. أما بقى نفق الأزهر ففي انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. بتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي. نفس الأمر المتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة. كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح لمحافظة الجيزة، هناك في شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. ولو رحنا شارع فيصل فنلاقي هناك برضو بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية، وده أيضا بعد الانتهاء من التوسعات. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. بيشهد الطريق الدائري برضو كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي لغاية مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. تعالوا بقى نروح لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق، طبعا لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها متجه لمدينة نصر ومصر الجديدة ياخد محور العصار، هيختصر له وقت طويل. أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بتكون فيها بعض الكثافات البسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، هناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة يعني الوقت ده أو ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية في هناك كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، ودلوقتي نشرة جوية مفصلة. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء.
خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الإرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في انخفاض طفيف النهاردة في درجات الحرارة، يا ترى ده مكمل معانا لغاية اليومين الجايين ولا هنرجع تاني لموجة الحر؟ بالفعل احنا بداية من اليوم هنبدأ نشهد كمان انخفاض آخر في درجة الحرارة عن أمس، بسبب ان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. هيكون معانا كمان منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، فأيضا هتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. ده هيكمل معانا إن شاء الله لنهاية هذا الأسبوع، ومتوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32-33 درجة مئوية فترة النهار. فإحساسنا بالطقس خلال فترة النهار: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. الأجواء معتدلة تماما في أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة كمان إن احنا على مدار هذا الأسبوع هيكون في نشاط نسبي للرياح، سرعته بتتراوح ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، مع الكتل الهوائيه الشماليه هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء واحساسنا بانخفاض درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها كلها فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. بصفه عامه الامور مستقره في معظم محافظات الجمهوريه، لكن مهم جدا ناخد بالنا ان التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره هيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، يخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى من اللي احنا بنقولها في نشراتنا، لان قيم درجه الحراره اللي احنا بنقولها في نشرات درجه الحراره المقاسه في الظل او المتوقعه في الظل. فخلينا ناخد بالنا دايما لو انا موجود في الشارع فتره الظهيره يكون معايا غطاء للراس شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 للساعه 3 او 4 العصر، الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مهم كمان ان احنا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، اذا الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وابقى موجود في اماكن جيده التهويه، لان كمان تدريجي هنبدا نحس ان نسب الرطوبه ارتفعت، لان الكتل معظمها قادمه من على البحر المتوسط بتبقى متحمله بكميات من بخار الميه، فتبدا نسب الرطوبه ترتفع تدريجي. اكيد. طب حضرتك قلتي ان يعني في نشاط نسبي للرياح، هل هي رياح محمله بالاتربه ولا لا؟ لا الحمد لله، هي هو نشاط نسبي للرياح غير مثير لاي رمال واتربه، لان هو قادم من على البحر المتوسط، ما فيش اي اتربه ورمال مثاره الحمد لله، الامور مستقره في معظم المحافظات وما فيش اي تقلبات جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه. طيب، يعني حضرتك قلت لنا اخبار حلوه، انخفاض طفيف في درجات الحراره، جو معتدل بالليل، الرياح ما فيهاش اي تراب، فده يعتبر طقس جميل جدا. ونشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي هنرجع نشوف درجات الحراره المتوقعه النهارده. لو بصينا كده على درجات الحراره العظمى والصغرى، هنلاقي القاهره العظمى 32 والصغرى 21، والعاصمه الاداريه ايضا 32-21، الاسكندريه 27-20، والعلمين الجديده 26-21، مطروح 26-20، ودمياط 27-21، بورسعيد العظمى فيها 27 والصغرى 20، الإسماعيلية 32-22، وفي السويس 32-21، العريش 28-20، وكاترين 31-14، طابة 33-24، وحلايب 34-28، شلاتين 37-27، وشرم الشيخ 37-27 أيضا، الغردقة 38-28، وفي الفيوم العظمى 32 والصغرى 20، بني سويف 33-21، الوادي الجديد 39-30، أسيوط 35-24، سوهاج 36-25، فقنا درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، في الأقصر 39-29، أما في أسوان فالعظمى 40 والصغرى 29. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، ونرجع مرة تانية لجمانة وشاذلي ونتابع أهم الأخبار والأحداث ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله كمان
في 12 مباراة قوية النهاردة في الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحتفل وحدة علاج الإدمان بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة باليوم العالمي لمكافحة وعلاج الإدمان، وهتنظم الوحدة فعاليات على مدار اليوم لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والبعد عن استخدامها. النهاردة كمان هتعقد دار الأوبرا المصرية مؤتمر صحفي الساعة 1:30 بعد الظهر بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد اللي بيحمل اسم مدحت والكبار، واللي هيقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح، وهدفه إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب. النهاردة لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 12 مباراة في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024، من أهمها مباراة منتخب الدنمارك مع منتخب سلوفينيا الساعة 10:15، في نفس التوقيت منتخب فرنسا هيواجه منتخب اليونان. دلوقتي بقى احنا معانا موهبة جديدة، وقت كورونا طبعا كانت وراء اكتشافها، في 3 سنين قدرت ان هي تنمي موهبتها وحصلت على عدد كبير من الجوائز، وبقت كمان سفير للثقافة الصينية في مصر بعد ما فازت في عدد كبير من المسابقات. صحيح يا شاذلي، خلينا نتعرف مع حضراتكم اكتر على هذه الموهبة الصغيرة حبيبة محمد قط في التقرير اللي جاي، وبعدين نرجع لكم مرة تانية. مبدعون صغار نجحوا رغم صغر سنهم في اجتياز منافسات عالمية ليرفعوا اسم مصر في العديد من المسابقات الدولية، منهم المبدعة الصغيرة حبيبة محمد قطب. حبيبة التي أصيبت أثناء العزل الطبي بفيروس كورونا استطاعت أثناء تلك الفترة أن تجعلها فرصة لتكتشف حبها وعشقها للرسم، وهنا تنطلق حبيبة وهي في 12 من عمرها نحو اكتشاف الفرشة والألوان لتبدع في رسم أجمل اللوحات. وخلال 3 سنوات استطاعت حبيبة أن تطور من موهبتها بشكل كبير، وشاركت في عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمسابقات الدولية داخل وخارج مصر. نجحت حبيبة في الفوز بالعديد من المسابقات، أبرزها مسابقة السفير الصغير للثقافة بالصين، والتقت حينها بوزير الثقافة والسياحة الصيني خلال زيارته لمصر، وألقت السفيرة الصغيرة كلمة باللغة الصينية كانت محل إعجاب من الوفد الصيني. كما فازت حبيبة بجائزة حلمي لرسومات الشباب الأفارقة بعمل تحت عنوان لا تتوقف عن الحلم، لتواصل حلمها في أن تكون فنانة عالمية. احنا معانا دلوقتي الفنانة حبيبة محمد على تليفون. صباح الخير عليك يا حبيبة. صباح النور، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال والحلاوة دي؟ شكرا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي. احنا اللي مبسوطين بيك والله بوجودك معانا النهاردة. شكرا حبيبة. طبعا احنا مبسوطين ان انت معانا النهاردة في صباح الخير يا مصر، بس خلينا بقى نتعرف عليكي اكتر ونعرف المشاهدين عليكي. عندك كام سنة؟ بتدرسي في سنة كام؟ احكي لنا كده شوية عن حبيبة. انا عندي 15 سنة وفي اولى ثانوي. انت منين يا حبيبة؟ من القاهرة. طيب امتى بداتي ترسمي يا حبيبة؟ انا جالي كورونا في الموجة الثانية. انت اللي جالك؟ ايه؟ انت اللي تعبتي من كورونا؟ ايوه. اه انا جالي كورونا في الموجة الثانية، وخلال فترة التعافي كنت برسم وما اكتشفت موهبتي، واكتشفت كمان حب للرسم. وبعد بقى يا حبيبة ما اكتشفت ان انت بتحبي الرسم واكتشفت موهبتك، ايه اللي حصل بقى؟ ماما وبابا شجعوني وابتديت ارسم مع ميس ساندي في المدرسة، وبعدها ميس سمر شجعتني، وكانوا ملاحظين اني بتطور بسرعة، واشتركت مع إدارة الموهوبين بالقاهرة دكتور عز وميس إيناس في مسابقات مختلفة، وكنت بكسب مراكز على مستوى إدارة من القاهرة. يعني انت من سنتين بس قدرتي تشتركي في كل هذه المسابقات وتفوزي كمان؟ اه. وما كانش في رسم خالص قبل كده وانت صغيره؟ لا، هو كان حاجات بسيطه. طيب
وقولي لنا على المسابقات بقى اللي اشتركت فيها. انا كسبت في مسابقات كتيره تبع اداره الموهوبين، ولكن كان فيها مسابقه مميزه اي لاف باندا، وكسبت فيها مركز اول مرحله اعداديه من ضمن 500 لوحه على مستوى الجمهوريه، ومسابقه سفير الثقافه الصغير وكسبت مركز اول، وجات لي دعوه للسفر للصين، وان شاء الله عندي تكريم في السفاره، ودخلت مسابقه رسم حر للسفاره الصينيه اسمها حلمي الى الفضاء، وكانت المسابقه على مستوى الدول التعاون الافريقي، وكسبت مركز ثالث على مستوى افريقيا. ما شاء الله. لا طب احكي لنا بقى يا حبيبه على سفريتك في الصين دي. وانا حضرتك لغيت موضوع السفر بسبب ان كان عليا انا فلوس التذكره، فما قدرتش انا اروح. طيب وانت بقى قولي لي، لما يعني بعد ما قدرتي تفوزي بكل المسابقات دي وانت لسه ابتديه، من ما فيش يعني يعتبر وقت قليل، مش كتير، سنتين مش كتير، قولي لي انت بقى قدرتي تدربي نفسك ازاي؟ يعني هل بس فكره ان انت اتدربتي اكتر في المدرسه، ولا خدتي كورسات تانية، او روحتي اماكن تانية تتعلمي الرسم، ولا انت اللي قعدتي تدربي نفسك؟ احكي لي كده اللي حصل. هو الاول كنت دايما بشغل فيديوهات مع اليوتيوب وبعلم نفسي، ومع الوقت كنت بتطور وبتعلم بعدين في مدرسه مع المدرسه بتاعتي ميس ساندي، وبعد مع الوقت بقى بدات ان انا ايديا تتحسن، ورحت بقى مكتبه مصر العامه وخدت فيها كورس. دي مامتك اللي جنبك يا حبيبه؟ طبعا تسلم لنا عليها وقولي لها صباح الخير، ويعني بنحييها الحقيقه على مجهودها معاكي، وبنشكرها اكيد. ده احنا كمان عايزين نعرف حاجه بقى، يعني اخبار الرسم والمذاكره، يعني انت المفروض في الدراسه، فاخبار بقى ازاي بتخصصي وقت للرسم وانت عندك مذاكره؟ هل مثلا في مره قاعده بترسمي كده فمامتك جت تقول لك لا مش وقت احنا عندنا مذاكره؟ هي ماما كانت دايما يعني اوقات في الدراسه كان دايما ببقى مضغوطه، فانا كنت برسم بخرج الضغط اللي فيا في الرسم، فعشان كده ماما كانت بتسمح لي اني ارسم، وفي نفس الوقت ارتاح نفسيا من الدراسه، وكمان اتطور كمان عشان ما اسيبش ايدي خالص في الكرشه. ده بيشجعك كمان على المذاكره بالمناسبه، يعني انك تفصلي حتى من جو الدراسه شويه وترجعي تعملي حاجه انت بتحبيها، فتقدري تذاكري يكون في تركيز بعد كده. حبيبه انت اولى ثانوي، السنه الجايه ثانويه عامه صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قولي لنا بقى، جاهزه؟ عارفه انت حابه تعملي ايه؟ حابه تكملي في ايه بعد كده؟ جاهزه ان شاء الله. لا انا عايز اعرف بقى، مامتك اللي قاعده جنبي جابت لك هديه ايه بقى لما انت خدتي المسابقات دي؟ لما فزتي بقى جابوا لك هديه ايه؟ ما جابوش حاجه. طب ما احنا لازم نشجعها يا جماعه. في انها كسبت، دي حاجه كويسه جدا. ازي حضرتك؟ صباح الخير. فرحتي ماما ليا. طيب مامت حبيبه، يعني ممكن برضو نصبح عليها كده، صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتكم؟ اهلا بيكي، منورانا. منورة بيكم، وانا فرحانه جدا ان حضراتكم تواصلتوا معانا صراحه. احنا طبعا اللي مبسوطين بيكي، وموهبه حبيبه يعني ما شاء الله موهبه تستحق ان هي يتم تسليط الضوء عليها، بس حابين نعرف منك بقى، يعني حبيبه فكره ان انت شجعتيها ولقيتي ان هي عندها موهبه الرسم، قررتي ان انت تبتدي تطوري الموهبه دي، عايز اعرف منك كده ازاي ابتديتي تتحركي؟ يعني في امهات ممكن تخاف او تقول خلاص هي بترسم في البيت خليها تقعد تسلي وقتها كده وخلاص، يعني خاصه انها داخله على ثانويه عامه، واحنا معروف ان احنا عندنا ثانويه عامه دي معسكر. طبعا هي سبحان الله ساعه فتره الكورونا فعلا هي لما كانت بتتعافى، انا اتفاجئت ان هي ما شاء الله مستواها كويس جدا في الرسم، يعني اللي هي يجي منها، فابتديت ان انا ادعمها بقى مع المدرسه في المدرسه. حضرتك طبعا بترسمي كمان؟ لا انا مش بعرف ارسم، لكن بعرف اعمل حاجات تانية غير الرسم، شغل الارض، لكن مش بعرف ارسم. فهي ما شاء الله يعني فاجئتني بقى ان هي بتحكي حكايه مع كل رسمه، يعني كانت تيجي تقول لي يا ماما الرسمه دي معناها كذا كذا ومش عارفه ايه، فلفتت نظري. يعني هي فاهمه كمان معاني الرسومات، مش مجرد ان هي بتشوف رسمه مثلا موجوده في اي مكان فبترسمها. انا حابه ان حضرتك حبيبه تقول لحضرتك معنى الرسومات اللي كتبتيها. طيب قبل ما تقول لنا معنى الرسومات، حاضر هنسمع منها طبعا معنى الرسومات، لكن قبلها هل ليها اخوات حبيبه؟ ليها اخوات؟ ليها اخوات. حبيبه طيب. الكبيره وعندها اخوها في سته ابتدائي، رايح سته ابتدائي، واخوها طب ما نجرب دلوقتي بقى نكتشف، ما جايز يكون هم كمان موهوبين واحنا مش عارفين، بدل ما نستنى. محمود الصغير بيقعد جنبها ويمسك الفرشه ويقعد يرسم، وبيرسم كويس على سنه يعني.
على سنه ما شاء الله. طب كويس والله ما شاء الله. طيب خلي بقى حبيبه تقول لنا معنى الرسومات. طب حبيبه مع حضرتك اتفضلي. ازيكي حبيبه مره ثانيه. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي حبيبتي. قولي لي بقى ايه معنى الرسومات دي؟ اختاري لنا رسمه كده قولي لنا. انا كل لوحه عندي ليها قصه وحكايه بحب اعيشها وانا برسم. لوحه الباندا بتعبر عن حب للباندا. دورت ليها على رموز الحب للباندا، جبت ايديه مرتبطين بشكل قلب، وحبيت احط جواها الباندا لان الباندا مهدد بالانقراض ونحاول نحميه. طب الرسمه طيب دي احنا عارفين الباندا دي حبك للباندا، في رسمه كده بنت شعرها ازرق حلوه قوي برده، دي معناها ايه بقى؟ ايه قصتها؟ دي اسمها عروسه النيل، سميتها عروسه النيل لان كان زمان الفراعنه كانوا بيقدسوا النيل. فكانوا هم بينقوا البنات العذراء الجميلات ويقدموها قربان للنيل، فكانوا يرموها في النيل. فجبت البنت الجميله اللي في النيل يعني، وحبيت احط جواها حواليها السمك في يعني دي النيل. نقول دي رسمه عروس النيل مثلا. اه بالظبط. يعني حبيبه انا عايزه اقول لك ان الرسمه دي حلوه قوي، يعني ما شاء الله عجباني قوي. طبعا رسوماتك كلها حلوه بس شكرا. دي يعني انا بالنسبه لي حلوه قوي، يعني انت عارفه كل حد كده في لوحه معينه ممكن تشده، فانا مبسوطه بيكي جدا الحقيقه، ومبسوطه ان انت كنتي معانا في صباح الخير يا مصر، ودايما بنتمنى لك النجاح في كل اللي انت حابه تعمليه في الايام اللي جايه ان شاء الله. بشكرك طبعا جزيل الشكر حبيبه محمد قطب فنانه تشكيليه. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر وملف اخر، وهو الحوار الوطني. في مشاركه مهمه جدا من الاحزاب لكل الجلسات اللي بتتم في الحوار الوطني على مستوى المحاور الثلاثه، سياسيه واقتصاديه واجتماعيه. دلوقتي هنشوف لقاء مع الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للاحزاب السياسيه، عمل هذا اللقاء زميلنا مصطفى ميزار. الحوار الوطني محاوله جاده لتحريك الحياه السياسيه والحزبيه المصريه، محاوله جاده لفتح المجال العام، محاولة جادة لأن يكون النص الدستوري الذي يتكلم على النظام السياسي في البلاد يكون مع تعدد الأحزاب في المادة الخامسة من الدستور، يبقى واقع تعيشه مصر والمصريين. الرئيس السيسي أحدث حراك واسع بدعوته للحوار الوطني، وأركب ملعب وأركب كرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية أو ممثلي المجتمع المدني، وجعلهم كلهم أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الوطن. مصر بلد كبير، مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طليقة بصاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. لذلك الحوار برغم أنه استمر سنة من التجهيزات التنظيمية لأنه أتى ثماره، الناس بتتكلم لغة مشتركة، كل الفرقاء على الساحة السياسية والحزبية برغم التباين اللي بينهم كلهم يعني ارتفعوا إلى مستوى الأمانة الوطنية، ارتفعوا إلى مستوى مصلحة الوطن العليا. الكل بيتحدث بكلام مختلف عن الاخر، ولكن عند قضايا الامن القومي الكل يتراءى متراصق خلف الدوله ومؤسسات الدوله، يعني ظاهره اكثر من رائعه. انا شخصيا حضرت حوارات عديده من سنه 1982 حتى الان، لم ارى حوار بهذا العمق وبهذه المسؤوليه وبهذه الروح الايجابيه مثل هذا الحوار. الحوارات السابقه كانت حوار اليوم الواحد او حوالين قضيه واحده، هذا الحوار حوار شامل يشمل مجالات سياسيه، مجالات اجتماعيه، مجالات اقتصاديه، يعني من ممكن ان اقول 113 قضيه. طيب يمثلوا كل القضايا اللي في المجتمع والوطن والوطن. طيب لو تحدثت معك استاذ ناجي عن فكره المحور السياسي، وهو بصدد حوار اليوم يناقش القضايا السياسيه واعداد اعضاء المجالس النيابيه المنتخبه، وايضا ما يمكن ان يستجد في المحور السياسي. يعني اقول لحضرتك النهارده الاسبوع الثالث المحور السياسي، سبقوا اسبوعين كان فيه مواد، وهيجي بعد كده اسابيع فيها مواد اخرى. والمحور السياسي يعني يشمل كل ما يعني لك كراجل مهتم بالمشاريع العمل العام بالشان السياسي. النهارده بيناقش موضوعين في الشان السياسي، اول موضوع اللي هو مساله عدد اعضاء مجلس النواب وعدد اعضاء مجلس الشيوخ، الموضوع الثاني بيناقش ازاي نطبق الماده 103 من الدستور بحيث يعني نراها تتحرك باقلام ثابته على ارض البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ اللي هي تفرع عضو مجلس النواب. موضوعين على قدر كبير جدا من الاهميه. من حيث موضوع العدد، مصر عدد سكانها زاد. يعني انا بدات مجلس الشورى كان عدد الاعضاء 300،
حاليا كان عدد السكان كام، وبالتالي احنا مع زياده عدد اعضاء مجلس النواب وعدد ومع زياده اعضاء مجلس عدد اعضاء مجلس الشيوخ بما يتناسب مع زياده الثلاث على السكان وعلى الناخبين في السنوات الاخيره. لذلك انا مقترح في حزب الجيل ان يكون عدد المنتخبين في مجلس الشيوخ في مجلس النواب 600 عضو منتخب، وان يكون عدد المنتخبين في مجلس الشيوخ 300 عضو منتخب. كافه القضايا مفتوحه للنقاش استاذ ناجي بمحاورها المختلفه في الشق السياسي او في الاجتماعي او في الشق العام دون وجود محاذير على الاطلاق. كيف يمكن ان نسمن جهود الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالتحديد في اجراء مثل هذا الحوار؟ انا عايز اقول لك حاجه، يعني مصر لهذا الحوار ما فيهوش خطوط حمراء. الكل بيتحدث حديث صريح بما يتناسب ما يعتقد انه صحيح. تسمح لي اقول لك ان في الجلسه الافتتاحيه لهذا الحوار الدكتور ضياء رشوان عندما تحدث وقال نصا لا خطوط حمراء ولا قضايا على العكس. مارسناه على ارض الواقع. يعني نحن مارسناه بدون خطوط حمراء على هذا الواقع. انا قلت كل اللي عايز اقوله. انا بقول اللي بقوله في مؤتمرات شعبيه، قلت النهارده في حوار مسجل كل الدنيا بتشوفه والرئيس بيتابعه، وبالتالي لا خطوط حمراء، لان الرئيس عايز حوار صريح. الرئيس عايز حوار نادي ينتج عنه ايه؟ خارطه الطريق للجمهوريه الجديده. الرئيس مش عارف، الرئيس لما ساب الفرصه لمجلس الامناء ان هو يعمل 113 قضيه منفصلين عن 19 لجنه فرعيه عن محاور سلاسه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه، كان هدفه يبقى عندي رؤيه متكامله لمصر الجديده للجمهوريه الجديده. هذه رؤيه فيها حلول غير نمطيه، حلول خارج الصندوق لكل المشاكل والقضايا اللي بعيد من الوطن. وانت لو حبيت، انا الراجل اللي في العمل السياسي بقالي 47 سنه، وانت لو حبيت ايضا تبحث عن القضايا اللي ممكن يعاني منها الوطن المواطن، عمرك ما هتصل ل 113 قضيه. مجلس الامناء حدد 113 قضيه، هم بالضبط كل القضايا اللي ممكن تخطر على بالك يعني منها الوطن او المواطن. الثامنه صباحا وعدنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا جمانة. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين. وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له، أكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي إلى تحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مؤكدا قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعم مصر الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استمع خلال اللقاء إلى عرض لتطورات الأوضاع في السودان بما يتعلق بمسار الأزمة الراهنة. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لا سيما من خلال قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوثيقة سياسة ملكية الدولة. عقدت رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي، ناقش المشاركون دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً، حيث أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر.
يعقد اليوم في جنيف المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة تم التوصل إليها برعاية سعودية وأمريكية. وقال الجيش السوداني في بيان له إنه على الرغم من التزام الجيش بالهدنة إلا أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الدعم السريع خلال مدة سريان الهدنة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بحركة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان. قالت روسيا إن معارك ضارية اندلعت عبر ثلاثة قطاعات من خط المواجهة في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كييف استعادت إحدى القرى في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تتحصن هناك بينما تتعرض لنيران المدفعية الروسية. من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بقدرة القوات الأوكرانية على صد الهجمات الروسية بفاعلية كبيرة بالقرب من أفدييفكا إحدى نقاط القتال المحورية في شرق البلاد. أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز للعلاقات مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الصيني عقب محادثات مع نظيره الأمريكي في بكين أن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن أنتوني بلينكن أجرى في الصين محادثات صريحة وبناءة. توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية التي أقيمت في هولندا، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليحتكما لركلات الترجيح، حيث تألق أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا وصد ركلتين ترجيحيتين ليمنح منتخب لاروخا لقبه الأول في المسابقة. ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا بشكل عام منذ تتويجها بكأس أوروبا عام 2012. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. جلسات الحوار الوطني بتواصل مناقشات المحور السياسي. تم عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، ده ضمن لجنة النقابات والعمل الأهلي. صحيح يا شاذلي، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الجلسة وقانون الجمعيات الأهلية بالحوار الوطني. من ضيفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي حازم الملاح، أحد المتحدثين بالجلسة وممثل حزب العدل بلجنة العمل الأهلي والنقابات بالحوار الوطني. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ حازم. صباح الخير. أهلا بيك. طيب، قبل ما نتكلم عن هذه الجلسة ومدار خلالها، خلينا نعرف من حضرتك كانت فين تحديدا مشكلات العمل الأهلي في المجتمع المصري. احنا عارفين كان في جمعيات أهلية كتير جدا، منها المعروف بالنسبة للناس ومنها لا، منها الكبير ومنها الصغير، منها اللي بيقوم بأعمال خيرية أو أعمال مجتمعية كبيرة وأعمال أخرى صغيرة. خلينا نعرف من حضرتك احنا كانت مشكلتنا فين تحديدا، أو مشكلة العمل الأهلي أو جمعيات الأهلية في مصر كانت. شوف، طبعا العمل الاهلي هو احد ركائز التنميه. احنا عندنا مثلث التنميه عباره عن الحكومه والقطاع الخاص والعمل الاهلي، واحنا شايفين ان في خلال الفتره اللي فاتت في دور كبير للعمل الاهلي. لكن مع قانون 149 ل 2019، بعد مرور اكثر من 3 سنوات، اصبح في عدد من المعوقات خاصه بالقانون. واحنا من خلال حزب العدل تم عقد العديد من الجلسات مع عدد كبير من الجامعات الاهليه علشان نشوف مشكلات التطبيق فيما يخص القانون 2019. طيب، من ابرز المشاكل الخاصه او ابرز المعوقات الخاصه بالقانون جزء خاص بالمرافق نتيجه ارتفاع تكلفه الفواتير الكهرباء والمياه لبعض الجمعيات، وده اثر بشكل كبير على الجمعيات. فاحنا لمسنا في خلال الفتره اللي فاتت ان في جمعيات بتعاني من هذه الاشكاليه، وبالتالي كان مهم جدا نطرحها في جلسه الامس ان يتم تخفيض هذه المرافق اسوه بمراكز الشباب اللي بتصل ل 75%. صحيح، فمهم جدا كمان وده عمل هادفه للربح. صحيح، فبالتالي مهم جدا ان احنا نبقى داعمين للجمعيات الاهليه عشان يبقى عندنا اكبر عدد ممكن من الجمعيات. كمان جزء تاني خاص بيه
الإشهار. طبعا هو قانون الحالي قانون 2019 يعني في ميزة ان جعل الإشهار الجامعات بالإختار. القانون اللي قبله كان خاص بالترخيص، لكن على الأرض طبعا هو الإختار ده ميزة إيجابية في القانون، لكن في التطبيق لقينا بعض الشروط الأخرى بتؤثر على الإختار وأصبح بالترخيص. بمعنى مثلا ان في بعض الشروط زي فتح حساب بنكي ان جهة إدارية ممثلة وزارة التضامن ترسل خطاب للبنك لفتح حساب بنكي للجمعية، وان في بعض القيود في بعض الشروط في المقرات، وبالتالي هذه القيود بترجعنا مرة أخرى للترخيص. فده برضو محتاجين ان يكون في يعني واحنا نحن نشهد جمهورية جديدة، فمهم جدا كمان ان احنا ندعم الجامعات الأهلية، واحنا شايفين فيه اهتمام كبير جدا بالعمل الأهلي. طب التراخيص فيها مشكلة يعني؟ هل فكرة هو القانون جعله بالإختار، لكن هو يعني القانون التف مرة أخرى يعني حط مجموعة من القيود مرة أخرى، بالتالي رجعنا تاني يعني هو كلمة إختار هي في التطبيق مش موجودة نتيجة. طب لضبط العمل من خلال هذه الجمعيات عشان نضمن أن هذه الجمعيات بتسير في المسار الصحيح، هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الإختار لوحده يكفي؟ شوف حضرتك احنا عندنا يعني هي في دايما جدليه ما بين الرقابه والمتابعه تمام. احنا شايفين ان الجامعات الاهليه لازم يكون لها دور كبير الفتره الجايه تمام. فكره المتابعه احنا كده كده وزاره التضامن او الجهه الاداريه هي متابعه دايما للجامعات الاهليه، كمان بعد الاختار اوريدي فالوزاره بتنزل وبتتابع عمل الجمعيات. احنا عايزين نتحول من فكره الرقابه لفكره المتابعه، لان كمان في كمان اشكاليه ثانيه في القانون ان في ماده بتتيح للموظف الجهه الاداريه ان هو ينزل في اي وقت للجمعيه الاداريه للجمعيه الاهليه وصفه تم منحهم صفه الضبط الضبط القضائيه، وده برضو بيعوق عمل الجمعيات لان الجمعيات اوريدي هي مشهره في الوزاره، وبالتالي احنا دايما في برضو صوره ذهنيه سلبيه او في دايما كده أزمة مكتومة ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني دايما، والمواطنين كمان شايفين بعض المواطنين شايفين الجمعيات الأهلية هي جمعيات بتعمل أعمال غير مشروعة بتهدف للربح. دي برضو صورة ذهنية محتاجين كمان واحنا موجودين في التلفزيون ان يكون في نحسن الصورة الذهنية ان العمل الأهلي هو دور مهم جدا بيساعد المجتمع، وشايفين كمان هو تحسين الصورة الذهنية برضو يا فندم بيكون مش بس من خلال الإعلام لكن كمان من خلال الشغل على أرض الواقع، وده يمكن حصل الفترة اللي فاتت بالفعل شفنا دور كبير جدا للجمعيات الأهلية، الناس ابتدت تحس أكتر لأنه بقى في قاعدة بيانات حتى لو مش مكتملة لكن بقينا عندنا عارفين محتاجين كل مكان محتاج إيه، فما بقتش حتى اللي بيحصل ما بقاش عشوائي، يمكن الخدمات اللي بتقدم بقتش عشوائية تمام. بس في نفس الإطار برضو في إشكالية مع الإعلام والتغطية أنشطة الجمعيات. يعني أنا أفتكر كويس أن من 7-8 سنين كان وسائل الإعلام والصحافة كانوا دايما مهتمين، حتى كان في صفحة موجودة في الجرايد صفحة المجتمع المدني بيتم فيها نشر أخبار الجامعات الأهلية ونشاطهم، ونفس الحال كان في القنوات. النهاردة في صعوبة شديدة جدا بيكون عشان جمعية أهلية تقدر أن هي توصل لإحدى القنوات أو إحدى الصحفيين ينشر، بيتحول الموضوع أن إعلانات ممولة وأن يكون في إعلانات. فإحنا مهم جدا برضو اللي إحنا ودي برضو وصية بمناسبة كانت موجودة امبارح في إحدى في الجلسة، أن مهم جدا أن الإعلام يكون داعم للعمل الأهلي ونفرق ما بين بكل تأكيد الإعلام يدعم العمل الأهلي والجمعيات الخيرية طالما مشهرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، كده إحنا في الأمان يعني. تمام. بس الفكره كلها ان يبقى في مساحات لعدد كبير من الجمعيات، لان برضو الصوره الذهنيه احنا دايما ان الجمعيات الكبيره هي اللي بتاخد نصيب اكبر من التغطيه بحكم هي بتعمل اعلانات وحملات اعلانيه، بيعتمدوا برضو الجمعيات الكبيره بتعتمد على بعض الجمعيات الصغيره لانه بيكون عندهم قواعد بيانات داخل المنطقه. انا عايز ارجع بس لنقطه ان يكون في حد من قبل الحكومه موجود وبيتابع من قبل وزاره التضامن بيتابع عمل هذه الجمعيات، عايزين نتخلص من فكره زي ما حضرتك قلت فكره الرقابه الى فكره المتابعه الشراكه إيه؟ يعني كمان الشراكه ما بين يعني تمام. طيب اذا سمحت لي ايه المشكله في الرقابه؟ يعني ايه المشكله مثلا لو انا جمعيه ومشهره في وزاره التضامن الاجتماعي ومصادر تمويل هذه الجمعيه معروفه واوجه الانفاق هي الاخرى معروفه وكل ده بالاوراق والمستندات، ايه المشكله ان يكون فيه رقابه؟ هي المشكله في القانون نفسه في التطبيق. يعني مثلا فيما يخص التمويل اللي حضرتك اشرت اليه، الجمعيه بتقدم للوزاره طلب الحصول على منحة تمام؟ طبقا للقانون في خلال 60 يوم بيتم الرد على هذه الجمعية من قبل الجهة الإدارية. لما نيجي للتطبيق بنلاقي إن ممكن
في اليوم ال 58 ترد جهه اداريه بالقبول او الرفض. فبالتالي بيعطي يعني بيعطل الجمعيات الاهليه عن ممارسه نشاطها، تمام؟ خصوصا ان بعد 2011 ازمه التبرعات، التبرعات قلت كتير جدا، كان في كتير من الجمعيات قائمه على التبرعات، واحنا عندنا ازمه كبيره ان نتيجه طبعا الاوضاع الاقتصاديه وارتفاع الاسعار اثر ان جمعيات كتير تقدر ان هي تساهم في الانشطه، وبعض الجمعيات مش قادره ان هي تلبي احتياجات الفئات المستفيده من خلال الجمعيه. فبالتالي اصبح التمويل هو جزء اساسي من نشاط الجمعيه. فهي الفكره كلها اللي احنا محتاجين نتعامل بفلسفه مختلفه، فكره ان احنا كلنا شركاء، طالما الجمعيه مشاركه في وزاره التضامن والجهه الاداريه مسؤوله، فبالتالي الموظفين الجهه الاداريه ممكن ينزلوا في اي وقت يتابعوا نشاط الجمعيه. بس استاذ حازم في نقطه هنا مهمه، حضرتك مثلا واحنا بنتكلم على المشكلات اللي بتقابلها الجمعيات الاهليه، حضرتك تحدثت عن فكره انه مطلوب حوافز للجمعيات الاهليه ان كانت المتعلقه بالمرافق والخدمات، عشان جمعيه اهليه وبتقدم خدمات للمجتمع المصري. فبالتالي عشان هذه الجمعيه تحصل على هذه الحوافز لازم يكون في، مش هنقول مراقبه ولكن نقول تقييم لعمل الجمعيه الاهليه عشان تقدر تحصل على هذه الحوافز. تمام، مهم جدا يكون في تقييم، بس انا برضو مش عايز يحصل نوع من الفرز بين الجمعيات الاهليه. تمام، يعني انا مش عايز اعتبر ان كل الجمعيات الاهليه هم ال 30 جمعيه الكبار في المجتمع في التحالف او في التحالف. بالعكس، هو التحالف طبعا خطوه نبيله، واحنا يعني شايفين ليه جهد كبير طبعًا جدا طبعًا. وبيدعم في دعم الاسر الاكثر احتياجا وفي عدد المحافظات، لكن في نفس الوقت احنا دورنا كمان اللي احنا نعمل مزيد من التحالفات، واللي احنا نكبر هذه الجمعيات، ولان فعلا مصر محتاجه بناء تحالفات قويه واتحادات قويه للجمعيات، لان وجود جمعيات قويه ومجتمع مدني قوي هو بيؤدي في يعني لخطيره التنميه. احنا شايفين كمان مشروعات كتيره محتاجه تدخلات. ده اكيد يعني في اي دوله في العالم ما بتقدرش الحكومه لوحدها ان هي تقدم او تلبي احتياجات المواطنين، لازم يكون في مشاركه من الجمعيات الاهليه والقطاع الخاص، ده بكل تاكيد. بس احنا بنحاول نوصل لافضل شكل من الشراكه او للشراكه، عشان في الاخر ده اللي بيعود للنفع المواطنين. فاحنا بنحاول نوصل انه اولا ان احنا نغير الصوره النمطيه زي ما حضرتك تحدثت، وفي نفس الوقت ان احنا نقدم افضل خدمه زي ما المواطن محتاجها. فعشان كده احنا بنتناقش مع حضرتك فكره صح. انه التقييم مهم، لانه بالتالي الجمعيات الاهليه محتاجه حوافز من الحكومه او من الدوله، وبالتالي الخدمات تقدر توصل للمواطنين، وكمان مشكله التمويل، فهي دايره كلها. طبعا كمان في نفس الاطار احنا في حزب العدل عندنا برضو في يعني اشكاليه او مشكله احنا متبنيينها، عندنا في 500 جمعيه عليهم حجز اداري. هذه الجمعيات في حوالي اكثر من 1000 مستفيد، كان هذه الجمعيات بتاخد قروض من جهاز تنميه المشروعات الصغيره، ونتيجه من 2011 حتى الان حصل تعثر لهذه الجمعيات. احنا برضو اسره بالجهود القياده السياسيه فيما يخص الغارمات، احنا برضو بنطالب بعفو رئاسي ل 500 جمعيه، خاصه ان هم واخدين احكام قضائيه، ولكن للاسف جهاز تنميه المشروعات لا يعتد بهذه القرارات. واحنا بنطالب كمان عشان الحالات كمان ما تتحبسش، لان في حالات كثيره مستفيده، نتمنى ان اكثر من 1000 حاله موجودين مستفيدين من هذه الجمعيات. فنتمنى برضو ان يكون في، وده برضو طرحناه امبارح في الجلسه، ان يكون في عفو رئاسي لهذه الجمعيات علشان نقدر نحمي الحالات المستفيده من هذه الجمعيات وما تقدرش انها تتحبس. عظيم. الاستاذ مجدي البدوي المقرر مساعد لجنه النقابات امبارح طرح سؤال مهم جدا، هل هذه الجمعيات الاهليه بتقوم بدورها خلال هذه المرحله ام لا؟ فان كانت تقوم بدورها، ما هو المنتظر منها الفتره اللي جايه؟ وان هذه الجمعيات مش قادره تقوم بدورها خلال، فما هي المعوقات؟ واحنا اتكلمنا دلوقتي مع حضرتك عن المعوقات. طيب من وجهه نظرك، هل شايف ان الجمعيات بتقوم بدورها؟ وان كان ده فعلا، ما المنتظر منها خلال الفتره القادمه؟ شوف، هو عشان نكون منصفين، في جمعيات بتقوم بدورها واحنا شايفين ده في المجتمع ومحتاجين ان احنا نعززها، ويبقى في جمعيات اكبر، وفي للاسف بعض الجمعيات بتعمل بهدف الربح، وده اعتقد ان الجهه الاداريه بتقدر ان هي بتقدر تحاسب طبقا للقانون. فيما يخص الجمعيات اللي بتشتغل، احنا محتاجين ان احنا ندعمها ونكون في عدد اكبر من الجمعيات. بمناسبه احنا عندنا في المحافظات كمان محتاجين جمعيات اكبر، يمكن احنا سافرنا في عدد كتير من المحافظات، فعلا في محافظات محتاجه عدد من الجمعيات. احنا دايما الصوره عندنا في القاهره والجيزه والقليوبيه، لا احنا رحنا محافظات كتير بيكون عدد الجمعيات قليل، وبالتالي دورنا كمان اللي احنا فلسفتنا اللي احنا نساعد الجمعيات الاهليه كمان هي تكبر، لان في جمعيات يعني مجتمع محلي وصغيره ما
محتاجين ندعمها عشان تقوم بدورها. هل احنا محتاجين جمعيات في المحافظات وفي الاقاليم، ولا ممكن ندعم الجمعيات اللي موجوده في القاهره في ان هي توصل اكتر للاقاليم؟ واستكمالا لسؤال شاذلي كمان، هل تمت مناقشه فكره حتى دمج الجمعيات؟ يعني لو جمعيه كبيره مثلا موجوده في القاهره وفي نفس الوقت في جمعيات صغيره موجوده في القرى والمراكز والمحافظه والنجوع، بتبقى موجوده اكتر، لمسه ارض الواقع اكتر، فيمكن تخليه تبقى بمثابه اذرع للجمعيات الكبيره دي في هذه المناطق. هل تمت مناقشه الموضوع النقطه دي؟ هو كان طرح كله تقويه الجمعيات، كمان الجمعيات القاعديه بتكون، يعني وجهه نظرنا ان الجمعيات القاعديه بتكون اسرع ان هي توصل للمواطنين، لان مجلس الاداره واعضاء ومقر الجمعيه بيكون داخل المنطقه. صحيح ان في جمعيات اهليه كبيره لها افرع، يعني في جمعيات كثيره موجوده لها افرع في المحافظات وبرضه بيقدموا شغل. فكره دمج الجمعيات دي بتبقى يعني فكره اختياريه، يعني القانون لم يتيحها، بالعكس ان الجمعيات الاهليه لو فكرت ان يبقى في دمج بين الجمعيات ده بتعود ليهم حسب الترتيب، لكن في جمعيات اهليه بتشتغل في المحافظات وفي جمعيات اوريدي موجوده داخل المحافظه. طيب عظيم جدا. اعتقد ان الموضوع محتاج وعي اكتر كمان من الشباب، وده احنا دايما نركز عليه، ان الشباب لازم يكون عنده وعي بعمل الجمعيات الاهليه، مشارك لانه عمل تطوعي بكل تاكيد. فهل لمستوا من خلال هذه الجلسه ان في شباب، حتى الشباب الموجودين في هذه الجلسه، عنده وعي وفاهم يعني ايه عمل تطوعي؟ شوف، يعني حضرتك لمست موضوع مهم جدا خاص بالتطوع، واحنا في انتظار صدور الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع. يعني حتى الان هذه الاستراتيجيه لم ترى النور، يمكن بقى لنا اكتر من سنه مفروض ان بيتم العمل عليها، فاحنا بنطالب ان يتم اطلاق هذه الاستراتيجيه، يكون في بيانات خاصه بالتطوع، المبادرات، لان القانون الحالي اتاح التطوع بشكل كبير لاول مره، المتطوعين يكون لهم دور كبير في الجمعيات الاهليه، حمايه المتطوعين ومنافستهم للنشاط. فاتمنى ان احنا يعني في خلال ايام يتم الاسراع في صدور الاستراتيجيه الوطنيه للتطوع، علشان كمان نساعد الشباب ان هم يساهموا بشكل اكبر في العمل الاهلي. لكن في نفس الاطار كمان محتاجين نشجع المبادرات الشبابيه. واحنا يعني برضو من ضمن المعوقات اللي موجوده في القانون ان القانون بيتعامل مع الكيانات الرسميه المشهره، لكن لم يتعامل مع المبادرات الشبابيه. وبالتالي احنا زي ايه مثلا يا فندم؟ يعني برضو في الماضي كان مثلا ممكن مجموعه الشباب عايزين يعملوا مبادره شبابيه، تمام؟ طبقا للقانون الحالي لازم المبادره تتحول لجمعيه اهليه مشهره عشان يمارسوا نشاط. طيب لو مجموعه الشباب مقبلين لسه على الحياه، لسه طلبه جامعه وعايزين يشتروا جمعيه اهليه، طبقا للقانون الحالي هتحملوا اعباء كثيره جدا، اعباء ماليه، رسوم اساسيه، مقر. طب انا عايز اسهل للشباب ان هم يعملوا مبادرات، تمام، ويقدروا ان هم يساهموا في المجتمع، بس ما افرضش عليهم قيود كبيره جدا. يعني الفكره كلها احنا عايزين نساعد الشباب ان هم يطلقوا مبادرات شبابيه، ينزلوا يعملوا تشجير. انا افتكر وانا صغير كنا في مبادرات شبابيه للتشجير لدهان سور المدارس. طب هذا النوع الان مش موجود، لاني بس برضه يا فندم في النقطه دي ممكن حد يقول لنا انه المبادرات دي مش شرط تكون مستدامه او هتكمل على طول، ممكن هم مجموعه شباب قرروا ان هم ينزلوا دلوقتي يقدموا الخدمه دي او يقوموا بالعمل دي، لكن الموضوع اذا دخل في اطار جمع فلوس او تمويل لا لازم يكونوا في اطار موثق. تمام طبعا، احنا يعني بصي احنا كلنا مع لكن التسهيل العمل. بكل تاكيد يمكن دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، فكره تسهيل الاجراءات، فهي دي طبعا نقطه مهمه. انا عايز اشجع الشباب ان هم ما يبقى يعني طالب في الجامعه، تمام، لما اقول له والزمه برسوم مقرره والزمه بمقر بايجار معين، ده بيكبر كل القيود على الشباب. فانا عايز اشجع الشباب ان هو يساهم في المجتمع، خصوصا ان احنا شايفين فيه اهتمام كبير بالشباب، وشايفين القياده السياسيه دايما اهتمامها بالشباب، لسه المؤتمر الوطني للشباب شايفين فيه حديث وفي مكتسبات الفتره الاخيره، فبالتالي انا عايز كمان ان الشباب يبقى ليه دور اكبر. صحيح، وهم الطاقه كمان، هم اللي عارفين اكتر احتياجات فعلا الشارع حتى بشكل اكبر، ان هم موجودين بشكل اكبر كمان في الشارع. طبعا احنا بكل تاكيد بنتكلم على العمل الاهلي
هو مهم جدا، يمكن دايما دايما كان يؤكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يمكن 2022 واطلاق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فده بيؤكد على اهتمام سيادته وعلى اهميه الجمعيات الاهليه وعمل الجمعيات الاهليه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حازم الملاح ممثل حزب العدل بلجنه العمل الاهلي والنقابات بالحوار الوطني، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر فاز على جنوب السودان بالنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح وديا باستاد القاهرة الدولي في ختام معسكر منتخبنا الوطني خلال يونيو الجاي. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثمن الفوز اللي حققه الفرانة على جنوب السودان، وأكد أن مباراة امبارح أعطت ثقة للاعبين ليكونوا متحمسين للمشاركة مع المنتخب. والمنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة روجيريو ميكالي اختتم تدريباته امبارح في مدينة الرباط، وده استعدادا لمباراة الكونغو الودية اليوم، وده قبل مغادرة المنتخب لمدينة طنجة لبدء التجهيز للقاء النيجر الأحد المقبل في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. فريق الأهلي واصل تدريباته الجماعية استعداداً لمباراته أمام حرس الحدود يوم الخميس الجاي والمؤجلة من الأسبوع 16 لمسابقة الدوري، فأول مباراة رسمية يخوضها الفريق الأحمر عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا. بيحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مباريات حرس الحدود لمعرفة أسلوب لعبهم قبل وضع الخطة المناسبة للمباراة. محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بدأ التأهيل بالكرة في صالة الجيم، وده بعد إجراء عملية في عملية الرباط الصليبي في ألمانيا بنجاح، وذلك للعودة سريعا إلى الملاعب. منتخب مالي اتأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 بعد الفوز على جمهورية الكونغو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في إطار مواجهة الجولة الخامسة من المجموعة السابعة. ومنتخب نيجيريا حقق فوز مهم على منتخب سيراليون بنتيجة 3-2 خلال فعاليات المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. بالنتيجة دي اتأهل منتخب نيجيريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بعد تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة. ومنتخب أسبانيا توج لأول مرة في تاريخه بلقب بطل دوري الأمم الأوروبية بعد ما فاز بركلات الترجيح على كرواتيا بنتيجة 6-5 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب فاينورد بهولندا. ومنتخب إيطاليا حصد المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وده بعد فوزه على المنتخب الهولندي بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع من النسخة الثالثة لدوري الأمم الأفريقية الأوروبية. وخلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جومانا ومع شاذلي والاستكمال الفقرات. نشكرك يا هالة، شكرا جزيلا. خلينا نروح مع حضراتكم لفقرتنا التالية، وهي الحقيقة يعني فقرة تهمنا كلنا بقى دلوقتي، يعني الحمد لله احنا يعني كل سنة وانتم طيبين. شهر ذي الحجة من الشهور المباركة، الشهر اللي بنشهد فيه يوم عرفة واللي بيتم فيه تأدية شعيرة الحج، وطبعا أيضا الأيام العشرة، يعني يمكن احنا بالنسبة لنا مرتبطين بزيادة كمان العمل الصالح، شهر مليان بفضائل عظيمة.
ما هي بقى الأعمال المستحبة خلال هذه العشر الأيام؟ وهل هذه الأيام هي التي أقسم الله بها تبارك وتعالى في كتابه الكريم؟ والفجر وليالي العشر، كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من ضيفنا اللي منورنا الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. وحضرتك وأمة سيدنا النبي بكل صحة وسلامة وخير وسعادة في ربوع الدنيا بأسرها، اللهم آمين. اللهم آمين. هل هذه هي فعلا الأيام العشر؟ يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك، الجامع لأسرارك، الدال عليك والموصل إليك، صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها يا ربنا البركة والفرج والتيسير، وتخلصنا بها يا ربنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها يا ربنا في اليقظة وفي المنام، وتجمع شملنا بها مع النبي العلام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه الأعلام، وسلم تسليما كثيرا وبعد. بالفعل وإحنا في أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وإحنا في أول يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن دي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، يعني ممكن تقول أفضل من العشر الأواخر من رمضان. هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. طيب، ربنا سبحانه وتعالى زي ما حضرتك تفضلت وتكرمت أقسم بهن، فقال والفجر وليال عشر. سيدنا ابن عباس لما فسر الآية دي قال هم العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب، دول أفضل أيام الدنيا على الإطلاق؟ أفضل أيام الدنيا. طب حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الأئمة ما عدا الإمام البخاري من حديث سيدنا ابن عباس أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقال الصحابة يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني الأعمال كلها عند ربنا أفضل في العشر أيام دول؟ لأن ربنا هو مفضل الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، وهو الخالق لهن سبحانه وتعالى. فالصحابة بيقولوا ولا الجهاد في سبيل الله، لأن سيدنا النبي علمهم أن الجهاد ده أعلى حاجة، لأن الإنسان يجود بنفسه وبماله، زي ما قال ربنا في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طيب الصحابة بيقولوا له ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناءه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني واحد بذل نفسه وبذل روحه وأمواله في سبيل الله. طيب، حضرة سيدنا النبي علمنا الاغتنام اللي هو بنقول عليه استثمار الوقت. وأنا في العشر أيام دول، طب أنا عندي عبادات كتيرة، عندي صيام. طب الصيام عموما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به، في رواية الإمام مسلم دخل الجنة، عند الإمام الترمذي باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، يعني 70 سنة. طيب، ما أنا أولى أغتنم الأيام دي. طيب، إذا كنا إيه كمان الأعمال الصالحة؟ أما هو الأعمال الصالحة بنتكلم عن الصيام، عشان أنا كنت ناوي الصيام امبارح النهاردة شربت مج قد كده. وبعدين الناس بتنقسم، العلماء علماء الدين وبينقسم، وفي حد يقول لك كمل صيام عادي، وفي حد يقول لك لا ما ينفعش تكمل صيام وافطر، حد يقول لك لا ده الرخصة في رمضان بس، يعني لو نسيت وأنت صايم في رمضان ما فيش مشكلة تكمل صيام، انما بالنسبه للصيام النوافل لا، هنا انت تفطر وملكش صيام. لا، انا ليا صيام ولا ماليش صيام؟ لا، دول مش علماء الدين. دول العوام، العوام الدارج عند الناس. الدارج عند الناس وانا في رمضان وشربت مثلا اكمل. طب اي يوم تاني يقول لك لا افطر بقى يعني خلاص؟ يعني في اتفاق من الجمهور، لا الجمهور اتفاق بين العلماء لحديث حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث طالما في حديث ما ينفعش انا اجتهد، ما ينفعش أضيف، ما ينفعش أحط التاتش بتاعي، لا. تمام، خلاص سيدنا النبي علمنا كده، من أكل أو شرب وهو صائم يعني ناسي فليتم صومه فكأنما أطعمه الله وسقاه. خلاص، يبقى أنا وأنا ناسي أكلت شربت، لا دي طعمة من ربنا سبحانه وتعالى لحضرتك بقى، لا إنما أكمل صيامي. طب والأيام دي برضو عشان نتعلم في الصيام مش لازم أنوي النية فيها من الليل، بمعنى
ان دلوقتي صحيت من النوم الساعه 6 مثلا بعد الفجر ما اكلتش او شربت، فقلت ما اكمل يعني النهارده احنا في ايام مفترجه، ينفع اكمل؟ اه ينفع اكمل. حضره سيدنا النبي على الناس، حضره سيدنا النبي في النوافل كان يقوم من النوم يسال ستنا السيده عائشه عندنا طعام النهارده يعني في اكل؟ آه فتقول له لا يا حضره سيدنا النبي، فليقل اني صائم. يعني مش لازم ابيت النيه واتسحر واجيب زبادي، لا 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 خلاص، انت ممكن الساعه 8 9 انا صحيت ما اكلتش او شربت اقول والله يا جماعه انا هصوم النهارده، ولكن بنقول الاولى والافضل ادخال البركه على البيت. بمعنى ان انا اقول لمراتي زوجتي واولادي احنا في ايام مفترجه احنا لازم نصوم عشان ناخد البركه، هو ده الدال على الخير بقى، ان انا اقول للاسره بتاعتي ان انا عاوز اعمل خير ونعلمهم الخير. معلش بيقولوا انت شربت مجه كامل، هل الكميه تفرق؟ لا لا الكميه خلاص احنا قلنا دي من عند ربنا، طول ما انت ناسي طول المج خلاص يعني اه لحد ما خلاص. بس الاولى والافضل ان احنا نركز شويه نعرف احنا صايمين ولا مش صايمين الايام اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين، ودي اعمال طيبه اعمال كلها خير وبركه ونفحات من ربنا لامه حضره سيدنا النبي صلى الله عليه واله، عشان فيها اكمال الدين وتمام الدين بركنه العظيم الا وهو ركن الحج. والايام اللي احنا فيها دي يعني زي ما احنا بنقول شهر ذو الحجة ده آخر شهر في السنة، هيجي بعد شهر محرم اللي هو أول شهر في السنة اللي هو بداية عام هجري جديد. ربنا يجعل أيامنا كلها سعادة ويجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين، اللهم آمين. طيب احنا اتكلمنا عن الصيام، في عندي مثلا قراءة القرآن، لأن الأيام دي أيام ذكر لله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أفضل الكلام ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأفضل الذكر قراءة القرآن. يعني عشان ما نختلفش كده، العلماء لما يجوا يقولوا ذكر ربنا يعني أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله أفضل ولا قراءة القرآن؟ لا قراءة القرآن أفضل. ليه؟ لأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته. أنا لما أقرأ حتى لو قرأت الفاتحة كده هو أنا دي أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لما جه راجل في يوم من الأيام الحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بيقولوا له الراجل ده كل ما يصلي بينا يقرأ قل هو الله أحد. تخيل أنت واحد كده كل ما يجي إمام ما بيصليش غير بقل هو الله أحد، أو بيختم الصلاة بتاعته بقل هو الله أحد، يقرأ في أول ركعة بعض الآيات وتاني ركعة يقرأ قل هو الله أحد. فالناس قالوا لسيدنا النبي كل ما يصلي بينا بيقرأ قل هو الله أحد. فالراجل جه قدام حضرة سيدنا النبي، فسيدنا النبي قال له يعني أنت مش حافظ غير قل هو الله؟ قال له لا حافظ ولكني أحبها، يعني بحب قل هو الله أحد اللي هي تعادل ثلث القرآن. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله يحبه لأنه يحب هذه الصورة. يعني ربنا حب الله. الرجل ده عشان بحب قل هو الله أحد البسيطة عندنا، ولكن عند ربنا هي كبيرة سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا عندي الصيام، عندي الذكر والتسبيح والتهليل. سيدنا النبي يقول ذهب المفردون إلى الجنة، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يبقى وإحنا في الأيام دي نذكر ربنا سبحانه وتعالى بصوت عالي واذكروا الله في أيام معدودات. ربنا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يبقى أنا بشارك الحج، بشارك الحج في الذكر. لذلك العلماء يعبروا بده في العشر أيام دول بأن الذكر نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد. ذكر مطلق يقولوا طول العشر أيام ذكر، يعني أقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده اسمه كله ذكر. طيب إنما عندي المقيد، لا هنا تعالى شوية، ده أنت هتيجي هنا من فجر يوم عرفة اللي هو التكبيرات الجميلة بتاعتنا بقى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هي ليه صيغة التكبيرات اختلفت عن زمان؟
ما اختلفتش ولا أي حاجة، ده اسمه الوارد عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما عندنا لما جه سيدنا الإمام الشافعي مصر هنا، لأن سيدنا الإمام الشافعي عاش في العراق وعاش في مصر، فلما جه مصر هنا عمل حاجة اسمها المذهب الجديد. فجه سيدنا الإمام الشافعي الذي يلتقي في نسبه مع جده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسم الخامس، سيدنا الإمام الشافعي يلتقي نسبه مع سيدنا النبي في الجد الخامس. طيب سيدنا الإمام الشافعي كان بحب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا محبين لرسول الله، حب يضيف في التكبيرات، حب يقول اللهم صل على سيدنا محمد، ده الإضافة اللي عندنا بقى، وعلى آل سيدنا محمد. ده احنا نشأنا عليه بالزبط. الله يفتح عليك. بعض الناس يقولون إن ده بدعة، بس بتهيألي عمر ما سيدنا الإمام الشافعي هيعمل بدعة يبعد فيها عن حضرة سيدنا النبي. لذلك بنعلم كل الناس البدعة أي حاجة تبعدني عن سيدنا النبي وعن ربنا، هو ده اسمه البدعة. إنما تقول لي معلش أصله السبحة دي بدعة، والله مش بدعة والله ولا سنة حاجة، سنة حسنة. ما دي حاجة أصل كل ما يقرب من الله ورسوله زي ما قال الشيخ هيقولوا كله بدعة ضلالة. البدعة زي ما قال الإمام الشاطبي في الموافقات، وده مش كلام برضو، أي حاجة تبعدني عن حضرة سيدنا النبي دي اسمها بدعة. يعني أي حاجة هتاخدني من طريق ربنا وطريق حضرة سيدنا النبي دي اسمها بدعة، يعني حاجة تلهيني عن ربنا. إنما أي حاجة تقربني لربنا استحالة تبقى بدعة. فلما صلي على حضرة سيدنا النبي دي أفضل الأعمال لربنا سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى سيدنا الإمام الشافعي في الأذان انفرد عن العلماء كده، يجي في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. شوف مقام الأدب، ما يقولش أشهد أن محمد رسول الله، فيقولوا له أنت كده بتحرف، أنت كده بتبتدع، لأن الأذان نص توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني ما أقدرش أضيف أو أزود فيه كلمة أو حرف، زيه زي القرآن. فيقول لهم لا، هذا مقام الأدب مع سيدنا رسول الله. ومن أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. ما هو سيدنا الإمام الشافعي ما يقولش كده بقى، يقول وأن سيدنا محمد رسول الله، تعظيما وإجلالا وإكراما لقدر سيدنا رسول الله. لذلك سيدنا ابن عباس يقول ربنا ما ناداش سيدنا النبي بيا محمد أبدا في القرآن، يقول له يا أيها النبي، يقول له يا أيها الرسول. حتى لما جاء اسم سيدنا محمد اقترن بالنبوة والرسالة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. محمد رسول الله، ما يجيبوش كده عادي خالص. شيخ عرب، احنا بنتكلم عن وارد الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه السنن المتبعة في هذه الأيام المباركة؟ يعني ايه السنن اللي وصلنا المؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأيام المباركة؟ أحسنت. السنن المؤكدة عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ستنا أم سلم، كان رسول الله يصوم التسع من ذي الحجة، يعني أول تسعة أيام دول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بصومهم، بخلاف حديث لستنا السيدة عائشة أن هي قالت ما شفت سيدنا النبي، ولكن ستنا أم سلمة وستنا حفصة أكدوا أن هم شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصوم. يبقى احنا قلنا الصيام، عندي قراءة القرآن، عندي الذكر والتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى. قلنا الذكر نوعان، عندي مطلق وعندي مقيد. مطلق أن أنا بذكر ربنا في أي وقت، أي وقت، في بيتي، في عربيتي، في المواصلات، في الشارع، في الشغل بتاعي، وانا قاعد كده بذكر ربنا سبحانه وتعالى. مش شرط العدد، ما فيش حاجه اسمها عدد في الذكر. دين ده شكيك، بسال حضرتك لانه في ناس لما بنشوف حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف فيديوهات مش عارفه لقضاء الحاجه ولا تسهيل الامور وللرزق ولشراء منزل اذكر بعدد معين، فانا شكيك بتاكد من حضرتك انا ما اعرفش ده صح او غلط او في حاجة فعلا موجودة أو دي سنة أو لا، فعشان كده بتأكد من حضرتك. ربنا لما تكلم عن ذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني الصبح كده وآخر النهار. طيب الذكر بعدد معين للحاجات اللي احنا بنشوفها على موقع التواصل دي اسمها عند بعض العلماء مجربات،
يعني ايه مجربات؟ يعني واحد مثلا قال يا لطيف ألف مره، اللي هي الاوراد، زي الاوراد مثلا، زي الاوراد دي اسمها مجربات عند العلماء اللي هم اهل الله، يقولوا مثلا اللي يقول يا لطيف ألف مره مش عارف هيحصل له ايه، دي اسمها مجربات. وانما ممكن هي مشيت معاه، ممكن ما تمشيش معايا انا. لذلك انا بشتغل على نفسي في ذكر ربنا، في الصلاه على حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بحاول اشغل نفسي في هذه الايام باي حاجه تقربني لربنا سبحانه وتعالى. كذلك انا عندي برضو الصدقه، كذلك انا عندي مساعده الناس. حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضل الصدقه في الايام دي، لها ثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقول رسول الله، قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم تقول مالي مالي مالي، يعني بتشتغل ليه؟ عشان أجيب فلوس. عايش في الدنيا ليه؟ عشان أجيب فلوس وأصرف. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. الصدقة دي هي الباقية عند ربنا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك واحنا داخلين حتى عندنا يوم العيد، يوم العيد ده بنعمل فيه ايه؟ بنذبح الهدي. ليه؟ نتقرب بيه الى ربنا. طب نعمل بيه ايه؟ بنوزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ليه؟ لان ده يوم عيد، يوم سرور وادخال فرحه على قلوب الفقراء والمساكين. فلذلك انا عاوز اتخلق بخلق المساعده والمسامحه، وعاوز اتخلق بالاخلاق الكريمه في التسعة ايام دول قبل يوم العيد اللي هو يوم الجائزه، يوم عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كمان انا عندي يوم عرفه، في التسعة ايام دول عندي يوم عرفه. طيب فضل يوم عرفه ده، ده أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. صيامه كمان، يعني صيام يوم عرفة مقارنة بباقي الأيام. أحسنت. ودي يمكن ميزة لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا يوم عاشوراء، اللي بيصوم يوم عاشوراء يكفر عنه سنة ماضية، إنما عندنا يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده، من صام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر له سنة ماضية وسنة قادمة، يعني بكفر عندي سنتين. طب يوم عاشوراء ده كان لسيدنا موسى، إنما يوم عرفة لأمة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأعمال في يوم عرفة الدعاء. الدعاء يبقى أنا عندي في دعاء مستحب؟ الدعاء لا إله إلا الله، سيدنا النبي علمنا كده، العلماء لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. النبي يقول كده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ده أفضل الدعاء في يوم عرفة. لذلك أنا دايما لساني ودايما كده أذني شغالة بالدعاء، وقلبي شغال بالدعاء مع الله في العشر أيام دول. ما غفلش عن عبادة الدعاء أبدا. عاوز حاجة لنفسي مش عيب، مطلوب من ربنا سبحانه وتعالى. عاوز حاجة لولادي، مطلوب من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتعرفش تدعي، يعني هم في ناس بتعتقد ان انا تقدما طبعا مع الله سبحانه وتعالى لازم ادعي بألفاظ معينة وبكلمات معينة وبصيغة معينة. عايز اعرف من حضرتك، هل لازم ندعي بصيغة معينة، ولا كل واحد يدعي او يتكلم اكنه بيتكلم او بيطلب من الله سبحانه وتعالى؟ سؤال جميل بالفعل. ناس كتير بتسأل السؤال ده. أنا ما عنديش العبارات المنمقة، يعني أنا عشان أرفع إيدي ربنا أنا لازم يعني يكون طالب كده باستحياء من ربنا سبحانه وتعالى. أقول لكل الناس لا، ادعي باللي في قلبك. الراجل جه لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني أنت كلامك حلو واللي أنت بتقوله جميل. وسيدنا معاذ لأنه كان بيؤم الناس بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيقول كلام طيب وجميل. فالراجل على الفطرة، على الطبيعة خالص، بيقول له: أنا ما عنديش الرونق في الكلام ولا الأسلوب اللي أنت بتقوله ده. طب سيدنا النبي يقول له: غير أو اتعلم. قال له: لا. قال له: ماذا تقول؟ قال له: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هما كلمتين، بقول يا رب دخلني الجنة وابعدني عن النار. يوم سيدنا النبي يحط يده على كتف الرجل كده ويضحك ويقول له: حول كل هذا ندندن. يعني كل الدعاء بتاعنا حوالين الكلمتين اللي انت بتقولهم. إنما سيدنا النبي ما قالوش غير أو قال له روح اتعلم، لا. ربنا عاوز منا حضور القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك علمنا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالجواب. ادعي باللي هيجي على لسانك، باللي هيخرج من قلبك، لأن ده هو الصح. ربنا عاوز منا أن احنا ندعوه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه
خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإحنا في هذه الأيام أفضل أعمل لربنا الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال يعني، وربنا دايما يديم علينا الأيام بخير وبصحة بإذن الله. نشكر حضرتك جزيل الشكر الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، نورتنا في صباح الخير يا مصر. وحضرتك بألف شكرا جزيلا، تشرفت بحضرتك. شدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع هالة. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان، خاصة خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها. وخلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار والوفد رفيع المستوى المرافق له، أكد الرئيس السيسي أن وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل وبدء عملية الحوار السلمي هي الأولويات التي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها، مشددا على قيام مصر ببذل أقصى الجهد لتحقيق التهدئة وحقن الدماء ودفع مسار الحل السلمي ودعمها الكامل للسودان وتماسك دولته ووحدة وسلامة أراضيه. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختر ديوب، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر. عقدت رابع جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور السياسي. ناقش المشاركون دور العمل الأهلي ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا، حيث أوضح المشاركون أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث قفزة نوعية للعمل الأهلي في مصر، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقل الخبرات من الجمعيات الأهلية الكبرى إلى الجمعيات الأصغر. يعقد اليوم في جنيف المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التزامهما بهدنة إنسانية مدتها 72 ساعة تم التوصل إليها برعاية سعودية وأمريكية. وقال الجيش السوداني في بيان له إنه على الرغم من التزام الجيش بالهدنة إلا أنه سيتعامل بالرد الحاسم حيال أي خروقات يقوم بها الدعم السريع خلال مدة سريان الهدنة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بحركة وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان. قالت روسيا إن معارك ضارية اندلعت عبر 3 قطاعات من خط المواجهة في أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كييف استعادت إحدى القرى في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية تتحصن هناك بينما تتعرض لنيران المدفعية الروسية. من جانبه أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي بقدرة القوات الأوكرانية على صد الهجمات الروسية بفاعلية كبيرة بالقرب من أفدييفكا إحدى نقاط القتال المحورية في شرق البلاد. أكد وزير الخارجية الصيني تشين جانغ أن ملف تايوان يمثل التهديد الأبرز للعلاقات مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الصيني عقب محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين إن العلاقات بين بكين وواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979. من جانبه أعلن البيت الأبيض أن بلينكن أجرى في الصين محادثات صريحة وبناءة.
توجت إسبانيا بطلة للنسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية التي أقيمت في هولندا، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليحتكما لركلات الترجيح، حيث تألق أوناي سايمون حارس مرمى إسبانيا وصد ركلتين ترجيحيتين ليمنح منتخب لاروخا لقبه الأول في المسابقة. ويعتبر هذا اللقب الأول لإسبانيا بشكل عام منذ تتويجها بكأس أوروبا عام 2012. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن الخطوات المكثفة اللي تم العمل عليها بعد ثورة 30/6 من أجل تحسين حياة المواطنين، لحد ما أصبحت الجمهورية الجديدة شاهدة على إطلاق أكبر شبكة للحماية الاجتماعية من خلال برنامج الدعم النقدي بعد ثورة 30 يونيو. صحيح الشيخ زيحان، برنامج الحماية الاجتماعية اللي تم العمل عليه تحت مظلة التضامن الاجتماعي يعتبر هو الأكبر في تاريخ مصر، ونتج عن هذا البرنامج الحقيقة أمور إيجابية كتير جدا وكبيرة أيضا، حسنت من دخل المواطن ووفرت له حياة كريمة ليه ولأسرته. كلام كتير جدا عن حصاد برامج الحماية الاجتماعية هنستعرضه مع حضراتكم ومع سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير على حضرتك. صباح الورد. طيب، في البداية واحنا بنقول ودايما بنكرر وبنسمع جملة بقالنا فترة الحقيقة، فكرة تطبيق أكبر برنامج مظلة أو حماية اجتماعية في تاريخ مصر، إيه اللي يدلل على هذه الجملة؟ اللي يدلل على هذه الجملة الأرقام من حيث المبدأ، اللي يدلل على هذه الجملة كمان البحث التاريخي. إحنا ما قبل 30 يونيو ما كانش عندنا منظومة للدعم النقدي، تم إطلاق تكافل وكرامة بعد ثورة 30 يونيو، وكان بدأ كمشروع صغير كتجربة في الأول. الحقيقة التجربة أثبتت نجاح كبير، لقينا مجموعة من الأبحاث اتعملت على المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، شفنا ازاي ان أثر المساعدات النقدية اللي بيتم تقديمها بتحسن إيجابيا من حياة المواطنين. كمان تصميم البرنامج كان تصميم جيد جدا، لان هو المستفيدين بصورة أساسية هم النساء، وده أدى لتحسين كبير كمان في مسألة في مسألة الإنفاق في الأسر، زي إن الفلوس دي ما بيتمش إهدارها زي البعض ما كان متخيل، بالعكس السيدات بتقدر تصرف الفلوس دي صرف عائل جدا رشيد جدا، بنلاقيه مثلا بيحسن من جودة الغذاء اللي بتحصل عليه الأسر، بنلاقي إن بعض الفلوس دي كمان بتروح لتحسين الخدمات التعليمية اللي بيتلقاها أبناء الأسر، فالأم أو السيدة تقدر توزع الفلوس بصورة كويسة جدا، ففي الآخر بيحصل عملية تنمية حقيقية للأسر دي، بنلاقي إن مستوى التعليم بيتحسن، جودة الحياة بتاعت الأسر بتتحسن، حصل توسع في المستفيدين في البرنامج، المستهدف حاليا 5 مليون أسرة. الأرقام نفسها كمان بتاعت المخصصات تضاعفت من أعتقد حوالي يمكن في حدود 16 مليار أو حاجة زي كده من 3-4 سنين، السنة دي داخلين في 31 مليار مستهدف في الموازنة الجديدة، ففي تضاعف لعدد المخصصات وعدد الأسر كمان إن هي بتوصل لخمسة مليون أسرة. طبعاً لنا أن نتخيل في ظل الأزمة الاقتصادية. لما هتقول خمسة مليون أسرة وهنتخيل مثلاً متوسط الأسرة قد إيه؟ مثلاً 3 أفراد أو 4؟ 4.3 و3.3 تقريباً، ده المتوسط. فندم، فاجمالي المستفيد من هذه المبادره بالظبط البرنامج بالظبط كده، يعني بنخش في حدود يمكن 28 مليون او حاجه زي كده، لكن احنا بنبص على الاسر اكتر لان التصميم بتاع البرنامج بيكون معني اكتر بالاسر اللي عندها اطفال في التعليم،
والملتزمين بالحضور في التعليم، لان ده واحد برضو من اهداف البرنامج انك تضمن انتظام الاطفال في المدارس وان هم يتلقوا التعليم بتاعهم. هو من اهداف ولا من شروط استكمال الدعم؟ ما هو ده من تصميم البرنامج الهدف منه كده، يعني المشروطيه بتاعت البرنامج ان انت يبقى الاطفال موجودين في المدارس. ليه؟ ده الهدف الاساسي بتاع البرنامج، ان انت تعمل حاجتين، ان انت اولا تضمن ان انت ما يحصلش عندك تسرب من التعليم، تقلل من مساله عماله الاطفال، ترفع جوده حياه الاسره بان الاطفال بتوعها يتلقوا خدمه تعليميه، ان انت بتديهم فلوس في ايديهم فيقدروا يوزعوها بصوره طبقا لاحتياجاتهم الحقيقيه، سواء في صوره مثلا يعني في دراسه محترمه جدا اتعملت على الموضوع ده، فبنلاقي مثلا ان في جزء مثلا من الفلوس بيتم انفاقه في المستلزمات بتاعه المدرسه مثلا على سبيل المثال لبس او غيره، كتب، في مساله التعليم، الانتظام في التعليم، في مساله الغذاء نفسه التحصل عليه الاسر، فبيحسن شويه من سله الغذاء اللي بتحصل عليه الاسر، فبالتالي ده كله بيعمل ما يطلق عليه مساله التنميه البشريه، ان انت النهارده ازاي بتضمن ان صحه كويسه للمواطنين، جوده تعليم عاليه للمواطنين والتحاق وانتساب في التعليم، الخدمات التانيه بقى زي الـ مثلا الـ ما يتعلق مثلا بالصرف، بالميه، بجوده حياه المسكن نفسه، الكلام ده كله، فكل المساله دي مساله اللي هي التنميه البشريه. طيب سيادة نائب، يمكن واحنا بنتكلم عن مظله الحمايه الاجتماعيه مؤخرا خدت مفهوم اوسع شويه، يعني احنا كان بالنسبه لنا هذا المصطلح متوقف فقط على فكره الاعانات او المعاشات او ما الى ذلك، يمكن حتى كانت بتبقى معظمها مادي. بعد كده تابعنا برنامج حياة كريمة وشفنا ازاي توسع الموضوع، ما توقفش فقط عند اعانات او معاشات، بالعكس بقى في فرص عمل، بقى في تمكين للمرأة وللشباب، بقى في برامج متعلقة بالصحة، معنية بالصحة فقط، برامج متعلقة او مبادرات معنية اكتر بالتعليم فقط وبالاطفال وبالامهات يعني وما الى ذلك، فبقينا قادرين نوصل لفئات اكبر ويمكن قادرين كمان نلبي احتياجات اكتر، لان كان في بعض الفئات اصلا مش داخله ضمن المعاشات او حتى ضمن هذه الاعانات. شايف حضرتك فكره التكامل، تكامل المبادرات مع فكره المعاشات او حتى الحمايه الاجتماعيه او مظله الحمايه الاجتماعيه بهذا المفهوم الجديد، ازاي قدرت انها تفيد المواطن المصري؟ تمام. في البدايه كان بس اللي بيحصل عليه المواطن معاش، المعاشات يعني، والتموين. بعدين تم تطوير الموضوع شوية بعد 30 يونيو وبدأ يبقى في تكافل وكرامة. بعدين المسألة ان انت لما بتعملي حماية اجتماعية بيطلق عليها شبكة حماية اجتماعية. شبكة حماية اجتماعية ليه؟ لان ما بيبقاش برنامج واحد او حاجة واحدة، لازم مجموعة من التدخلات تتكامل مع بعضها وتشبك مع بعضها، فتقدري تحمي الناس من الوقوع في براثن الفقر او ان تدني جوده الحياه بتاعته. فبعد كده حصل المرحله بقى اللي بعديها في التطوير او بناء هذه الشبكه، كان مبادره حياه كريمه. والحقيقه دي يمكن من تاريخين من احسن واكبر المشروعات اللي حصلت في تاريخ مصر واللي مست فعلا حياه الناس. ليه؟ لانها برضو تاني اتصممت صح جدا. الأول كان بيحصل رفع الاحتياجات في المناطق المختلفة، فبنشوف المكان ده، القرية دي، النجع ده محتاج إيه بالظبط، إيه احتياجاته، والناس هي اللي بتشارك في رفع الاحتياجات، فبالتالي بتبقى عندك عارفة الحتة الفلانية محتاجة كذا، الحتة الفلانية محتاجة كذا، فبتبدأي توزعي الموارد بصورة دقيقة جدا وبصورة فيها حوكمة وانضباط، بتمسي حياة المواطن، بتبدأي تحسني من جودة حياة المواطن. جودة الحياة بقينا نشوف ان الموضوع بدأ ياخد صورة مش يعني واسعة شوية واكثر اشتمالا، مش بس مسألة تقديم خدمات مباشرة زي ما كنا بنتكلم في مسألة السلع الغذائية او في المعاشات، لكن كمان توصيل خدمات صرف صحي، توصيل مياه شرب نقية، تحسين شبكة الطرق، وحدات صحية، عندك كمان انترنت بالجانب ده، كمان في جزء توعوي كان بيحصل.
الميزه في المشروع ده حاجتين، ان اولا انت بتشتغلي على محاور متوازيه، حاجة تانية ان الناس حاسة بملكية هذا المشروع، الاونرشيب بتاع المشروع. الاول الحكومات على طول كانت بتنزل تعمل مثلا صرف صحي، تعمل مساكن، تخلق فرص عمل، بس الناس في الاخر ما كانتش حاسة ان ده بتاعها، ما كانتش حاسة بالملكية بتاع الموضوع. لما انت دخلتي بالفكر بتاع حياة كريمة، وان انت بقى في متطوعين من القرى نفسها المستفيدة، الناس اللي بتنفذ من المجتمعات نفسها، ترفعي الاحتياجات نفسها، فالناس حاسه ان ده منها طالع منها وليها بجد، فحاسه بملكيه المكان. فعشان كده بتلاقي ان بيتم الحفاظ على الخدمات اللي بتتعمل، ما بيحصل لهاش تدهور وخلافه. المساكن نفسها، البيوت نفسها، صحيح، حصل فيها تطوير وتحسين. ففكره ان انت بتخشي تعملي نقله في حياه الناس، دي فكره، دي قطاعات ما كناش يعني ما كانتش بتدخل تحت مظله الحمايه الاجتماعيه اصلا. بالظبط كده. ليه؟ لان هي في الاخر انت بتبصي للموضوع من منظور رأس المال البشري، تنمية رأس المال البشري. رأس المال البشري ده هو قد يكون رأس المال الوحيد اللي بيمتلكه الأفقر والأضعف، فبالتالي أنت محتاج أن أنت تهتم بالتعليم، بالصحة، بأن أنت توفر لهم خدمات جيدة، فرص عمل. أنت لما هتعملي ده هتلاقي أن في فرص عمل بتتخلق. أما تشتغلي على فتح مثلا يعني مساحة للتطوع في المشروعات دي، فالشباب بيكتسبوا مهارات، فبالتالي بيقدروا يكونوا مؤهلين اكتر للشغل ده. التمكين، الجانب بقى بتاع خلق فرص العمل والتمكين للسيدات وللاضعف. فانت داخله على الموضوع من منظور شامل جدا، مش بتعملي تدخل واحد لكن مجموعه من التدخلات بتخلق شبكه الحمايه اللي بنتكلم عليها. طيب حضرتك بتتكلم عن التدخلات، عايزين نربط شويه تدخلات الصحه بالتعليم الاساسي، واحنا عندنا اهتمام كبير جدا من الدوله خلال الفتره الحاليه بمنظومه التغذيه المدرسيه اللي بتقدم ل 13 مليون طالب في المراحل التعليميه المختلفه. اهميه ده ايه وانعكاساته على حياه هذه الاطفال في المستقبل ايه؟ ده كلام مهم جدا. ليه؟ لان اولا انت النهارده انت بتحط التلميذ في المدرسه. التركيز والاستيعاب وقدرته على التحصيل، اذا لم يحصل على غذاء مناسب وكافي هتلاقيها بتقل. كمان احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، ان بنلاقي ان احنا كان عندنا نسبه التقزم ونسبه النحافه والانيميا والسمنه كانت عاليه جدا. النهارده بعد التدخلات اللي حصلت، سواء في مساله الغذاء المدرسي، سواء في مساله التكافل وكرامه والدعم النقدي، بنلاقي ان النسب دي بتقل بصوره كبيره جدا جدا جدا. وده بيثبت برضو، ده واحد من الحاجات اللي بتجاوب على سؤال مدى نجاح المنظومه ايه. لما نبص على المسح الصحي للاسره المصريه الاخير، بنلاقي ان في انخفاض كبير جدا في المعدلات دي، بينما دي كانت مشكله مزمنه وحقيقيه. قبل ثوره 30 يونيو ما كانش حد مهتم بيها، وكان عادي جدا وكنا بنلاقيها. وانا افتكر ان كان من الكلام بتاع سياده الرئيس في البدايه خالص، وهو كان لسه مرشح حتى، كان اتكلم على الموضوع ده بتاع التقزم، بتاع ان في عندنا نسبه كبيره من الاطفال صحتهم سيئه، عندهم انيميا او سوء تغذيه او سمنه او تقزم، فبالتالي لابد من معالجه ده. وشفنا ان ده بيحصل بصوره ممنهجه، بقى العلاج بتاعه بصوره ممنهجه. لو اكتشفنا الموضوع ده بدري هنلحقهم. بالظبط. لا، وبعدين بدات تعملوا بقى ايه، يعني زي ما قلنا في الاول، ابدا اشتغل على تكافل وكرامه، فبتدي تضمن حاجتين، تضمن ان الاطفال ملتزمين في المدرسه، وبتضمن ان في فلوس داخله عائد لي او داخل للاسر، فبالتالي بتحسن من جوده الغذاء. المرحله الثانيه تحسين منظومه الغذاء المدرسي. الحاجه الثالثه المبادرات الرئاسيه للكشف على طلبه المدارس، وان احنا بنشوف الامراض اللي عندهم بالتوازي مع 100 مليون صحه. الحاجه الرابعه كمان مساله المبادرات اللي حصلت في مساله الاطفال ضعف سمع، القوقعه. وده كان مهم جدا، لان في حاجات كتيره جدا لما بتلحقها في الاول بتكون بتقدر تعالجها، تكون تكلفتها اقل، وبتحسن من حياه الطفل ده. واحنا ما بنتكلم على الاطفال والطلبه، ده مستقبل البلد، فبالتالي ان احنا النهارده اللي بنعمله ده استثمار في مستقبل البلد. بنتكلم كل طالب، كل طفل ده حياه، حد منهم ممكن يبقى عالم كبير، استاذ، صحيح، مهم، مهما كان عددهم كبير احنا محتاجينهم كلهم. كل واحد فيهم حياه ويقدر يكون قصه نجاح مذهله، يعني الطاقه الحقيقيه لمصر يعني. طبعا صحيح. طيب، واحنا برضو بنتكلم عن فكره
المخصصات المالية بالنسبة لشبكة الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة. احنا دايما عشان نقدر نبني على اي خطوة بنعملها لازم يكون قدامنا ارقام واحصائيات، واحنا بنتكلم على هذه الشبكة الضخمة زي ما حضرتك قلت اللي بتتوسع بشكل افقي في كل القطاعات. احنا ايه اللي حصل من اول ما ابتدينا ان احنا نخطو هذه الخطوة الجديدة وتكافل وكرامة ثم حياة كريمة؟ هل مثلا نسبة البطالة قلت؟ هل مستوى الفقر او نسبة الفقر بالنسبة لنا اختلفت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي احنا لقيناه او ايه اللي احنا وصلنا له او نتائج هذه الشبكة الحماية، شبكة الحماية الاجتماعية عشان نقدر نبني عليه فيما بعد؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. احنا الحماية الاجتماعية، بند الحماية الاجتماعية سنة 20 كان حوالي 256 او 65 مليار، مش متذكر بالظبط الرقم. السنة دي احنا مستهدفين 530 مليار، ففي مضاعفة في المخصصات. طيب المسألة المتعلقة بالبطالة والفقر، قال بالحضرتك من حاجة، احنا بقالنا من 2019 مداخلين في أزمات متتالية. صحيح. كورونا، ما تلا كورونا من اضطرابات عالمية، بعديها الغزو الروسي لأوكرانيا، بعديها ارتفاع أسعار الأغذية، بعديها رفع سعر الفايدة، كل دي أزمات مأثرة على العالم ومأثرة على مصر، بالإضافة طبعا لبعض يعني احنا برضو مكملناش. خلينا برضو واحنا بنحتفل بالذكرى العشرة لثورة يونيو، خلينا نفتكر ان احنا ما قبل ذلك احنا ما كناش برضو في وضع كويس، يعني احنا كان عندنا مشاكل وهيكلية في الاقتصاد المصري، فلما ده يحصل مع ده فهتبقي عندك أزمة كبيرة. دور الحماية الاجتماعية في السنين اللي فاتت دي ان هي حمت مجموعة كبيرة من الناس من النزول اكتر تحت خط الفقر، وحتى الفئات الافقر والاضعف حاولت ان هي تخلي عندهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة على الاقل يعني. ولو ده ما كانش حصل كنا هنلاقي ان في نسب كبيرة جدا اكتر بكتير جدا من نسب الفقر بتزيد اكتر، وعدد كبير من المواطنين بينزل اكتر تحت خط الفقر بصوره كبيره. كنا نلاقي على الاقل سيناريو كارثي خلال كورونا. صحيح. فالفكره كلها ان احنا دلوقتي في وقت الازمه الكبيره اللي احنا فيها ده، المهم ان احنا نحاول يعني نعمل حمايه للناس، نوفر لهم الخدمات بجوده عاليه، اتاحه لاكبر عدد من المواطنين للحصول على هذه الخدمات، ثم بعد كده ان شاء الله لما يحصل التعافي ونخرج منها نبدا بقى نشوف مساله الخروج من تحت خط الفقر ازاي، التمكين يحصل ازاي. لكن دلوقتي احنا في مساله في فتره لازم نعمل فيها الحمايه دي، والا هيبقى هو بالفعل حتى يمكن كمان نسبه البطاله في مصر بالفعل تراجعت. ده حقيقي يعني، ما ده برده ده من الحاجات الكويسه. بجانب ده كمان خلينا ما ننساش حاجه يعني، برده عشان حاله الازمه الكبيره اللي احنا فيها دي، بنشوف برضو لأول مرة إن إحنا بيبقى في عندنا التشبيك والتكاتف ما بين الحكومة وبين المجتمع المدني. بنشوف تحالف الوطني للعمل التنموي، بنشوف مبادرة زي كتف في كتف الأكبر في تاريخ مصر. قبل بقى نتكلم عن فكرة التشابك، دور الدولة مع عمل طبعا المنظمات الأهلية أو الجمعيات الأهلية، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. نشير لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مرة أخرى مع النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين في حديثنا مع النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. سيد النائب، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن فكرة تشابكية الدولة مع عمل المنظمات العمل الأهلي أو منظمات العمل المجتمعي. عايز أعرف من حضرتك النقطة دي مهمة قد إيه وإزاي تطورت خلال السنين اللي فاتت؟ انا بس محتاج، احنا قبل ما ناخد فاصل بس كان في رقم كنت قلته لحضرتك اللي هو مخصصات الحمايه الاجتماعيه، فانا ما كنتش فاكر الرقم مظبوط، فعشان بس للمشاهدين هو تصحيح، كان في سنه 2021 263 مليار، السنه دي 531 مليار. ف
فده يبين حجم ضعف الرقم بالظبط كده. فده يبين قد ايه حجم المخصصات بتاعت الحمايه الاجتماعيه، ويبين قد ايه الاهتمام بمساله الحمايه الاجتماعيه وازاي ان احنا نضمن توفير خدمات ذات جوده عاليه للمواطنين واتاحتها لاكبر عدد من المواطنين. ده ياخدنا لمساله التشابك والشراكه بين المجتمع المدني وبين الحكومه المصريه. مصر من اقدم دول اللي في المنطقه، اللي فيها يمكن اول دوله تعامل فيها مجتمع مدني من اكثر من 200 سنه. على الرغم من ده ورغم كان في محاولات كثيره جدا جاده فيه، ورغم العمل الخيري الكبير اللي كان بيحصل، لكن لاول مره بنشوف التشبيك وتعبئه الموارد دي، ان بدل ما الناس كل حد بيشتغل في حته لوحده بيحصل تحالف كبير بين منظمات المجتمع المدني بتخش في شراكه مع الحكومه. فبنلاقي ان احنا عندنا التنميه بيبقى فيها تكامل بين الادوار، نلاقي ان احنا بنشوف ان في عدد كبير بيبقى بيحصل اول حاجه خلق قاعده بيانات للمستفيدين مشتركه بينهم من بعض، فعشان ما يحصلش سوء توزيع للاعانات او المساعدات، فنلاقي ان في فئات أكثر فقرا واحتياجا ما بتحصلش على هذه المساعدات، أو حد بيحصل على أكثر من على مساعدات من أكثر من جهة. فعشان يحصل عدالة في التوزيع واستهداف حقيقي للمحتاجين والفئات الأكثر فقرا واحتياجا، فاتعملت القاعدة دي. بدأ يحصل بقى بناء عليها توزيع لعدد كبير من المساعدات، سواء في صورة مساعدات نقدية أو في صورة مساعدات سلعية. توازي مع ده كمان حصل مجموعة من القوافل الطبية اللي شفناها. شفنا مبادرة كتف في كتف، ودي الأكبر قطر الخير الكبير جدا اللي حصل، يعني أكبر حاجة في أكبر مبادرة للتكافل الاجتماعي، مبادرة خيرية في تاريخ مصر شفناها كتف في كتف، ودي كان حاجة الحقيقة نموذج للي ممكن المصريين يعملوه، ونموذج إن لما بنحط المجتمع المدني مع الحكومة وبيحصل بينهم بعض شراكة وتنسيق بينهم بعض، بنشوف قد إيه ده بيعود بالنفع على عدد مهول من المواطنين وبيحسن من حياتهم. كمان في مسألة التطوع، العمل التطوعي، وبنشوف إن بقى في مساحة واسعة ليه فرص كبيرة للتطوع للشباب في مسألة التحالف الوطني. كمان لما نبص على مؤسسة حياة كريمة، ودي مؤسسة مجتمع مدني، وشوفنا بقى بنشوف، احنا كنا لسه بنتكلم على المبادرة والشغل الكبير اللي اتعمل في ربوع مصر كلها، واللي كل حد فينا ان كان بصورة مباشرة او غير مباشرة لمس المجهود ده وشافه قدامه ازاي بيتعمل، وده مجهودات شابة وعمل تطوعي مجتمع مدني مع الحكومة. لما بننسق مع بعض بنلاقي ان احنا بنقدر نعمل النقلة النوعية الكبيرة في حياة المواطنين. احنا بنتكلم على المجهود ده تاني، بكرر، اتعمل في وقت كان في أزمة كبيرة، خارجين من كورونا، داخلين في أزمة اقتصادية عالمية، العالم كله بيشتكي، احنا عندنا الاختلالات الهيكلية اللي عندنا. في وسط ده كله احنا قادرين نشتغل، وقادرين نعمل تحسين في حياة الناس، قادرين نخلق فرص أفضل للناس، نخلق تمكين حقيقي للأضعف والأفقر. صحيح سيادة نائب، وانت بتتكلم من الحاجات كمان لفتت نظري ان احنا بجانب ان احنا شغالين على مبادرات وعلى تدشين مبادرات لرفع مستوى المعيشه للمواطنين، احنا كمان شغالين وبنطلق مبادرات اخرى نفسيه وتوعويه زي مبادره وعي مثلا اطلقتها وزاره التضامن. تاثير ده ايه على حاله المواطنين النفسيه وانعكاساتها كمان على سلوكهم؟ ده مهم جدا، الجانب التوعوي ده مهم جدا، ومش بس مبادره وعي على فكره، يعني في برضو ارجع تاني لحياه كريمه، يعني يمكن انا يعني معجب جدا بالموضوع بتكلم عليه، لكن لما نيجي نبص على مساله ان وانت بتشتغل وبتعمل بنيه تحتيه وبتحسن من حياه الناس وبتخلق فرص عمل وبترمم بيوت وبتعمل بيوت جديده والكلام ده كله، جانب بقى توعوي، اولا انت بتوعي الناس. شفنا ان في جانب توعي متعلق مثلا بالقضايا المجتمعيه مهمه جدا، مساله ختان الاناث مثلا، لقينا ان بيحصل في توعية في الموضوع ده.
توعية بزواج الأطفال، إن زي ما ينفعش إن ده يحصل، توعية بالتعليم بأهمية التعليم، بالهجرة غير الشرعية، بمسألة عمالة الأطفال. عمالة الأطفال، فبنلاقي إن في حاجات كثيرة جدا بتحصل، جانب توعوي مهم جدا بيحصل بالتوازي مع ده، لأن أنت بالفعل أنت موجود في القرى، موجود في ربوع الجمهورية كلها، متواصل ومتلامس مع الناس، فمهم إن أنت وشغال على ده تحط التوعية دي علشان تقدر كمان ترفع من الوعي وتساعد الناس كمان في إن حياتها كمان تتحسن، وتبدأ إن لو في ممارسات غير سليمة متوارثة أو في صورة عرف اجتماعي أو غيره توعيهم بده، فتقدر تعمل المنظومة الشاملة لتحسين حياة الناس. طيب ست نائب، الحقيقة احنا كان عندنا إرث خلينا نقول سيء وصعب مع مفهوم زي ما كنا بنتكلم الدعم والتموين، حتى يمكن العمل الأهلي أو العمل الخيري، وكان في عدم ثقة، جسور الثقة مدت مرة تانية بما أن احنا شفنا عمل بالفعل موجود على أرض الواقع. وكنا دايما بنسمع جملة أنه وصول أو إيصال الدعم لمن لا يستحق، ناس بطاقات تموين موجودة بقالها سنين محدش يعرف عن أصحابها حاجة، وكان حتى يمكن السلع اللي كانت بتروح لناس مش محتاجينها، وكنا بنشوف فعلا حاجات صعبة جدا بتحصل، منها إهدار لموارد الدولة، ومنها حتى أنه هذه المساعدات ما بتوصلش للناس. فسؤالي لحضرتك هنا، ده يتطلب قاعدة بيانات دقيقة، ويتطلب متابعة دقيقة، ويتطلب معايير واضحة وشفافية لاختيار المحافظات أو الأماكن اللي بيتم إيصال الدعم ليها. سؤال حضرتك، إيه هي المعايير اللي على أساسها بيتم اختيار المناطق أو المحافظات اللي بيتم إيصال الدعم ليها، أو حتى يمكن الناس المستفيدة من هذا الدعم أيا كان شكله؟ تمام، هي المسألة في الأساس ليه موضوع تنقيط قواعد البيانات مهمة والاستهداف الدقيق مهم؟ لأن ده إهدار لفرصة، إهدار لحق حد من المواطنين الأكثر احتياجا، بغض النظر عن مسألة الحجم بتاعها قد إيه، كل مواطن محتاج، ده فرصة أنت بتضيعها عليه. فبالتالي مهم جدا من منظور بقى أن احنا عايزين نعمل تمكين للفئات الأكثر ضعفا والأكثر هشاشة والأكثر فقرا، أن أنت تعملي هذا الاستهداف الدقيق. يمكن من برضو إذا احنا بنتكلم على الذكرى العشرة وثورة يونيو، ما قبل ذلك احنا شفنا ازاي بعض منظمات المجتمع المدني بتسيء استغلال ثقة الناس وتبرعاتهم، وان ازاي هي بتحصل على تبرعات المواطنين وفي الاخر تاخدها تمول بها اعمال ارهابية تقتل بها المصريين. وده كان طبيعي جدا تحصل حالة من عدم الثقة، ولازم كانت الناس تقف لحظة وتقول لا، احنا ازاي كل اللي كنا بنعمله بنية حسنة علشان نحسن من حياة الناس وفي إطار التكافل الاجتماعي وغيره، إن الجماعات دي بتاخد التبرعات دي وتقتلنا بيها وتقتل ولادنا بيها وتستهدف المصريين بيها. ما بعد 30 يونيو لقينا بقى إن إحنا دلوقتي بدأت نموذج جديد، وبيحصل إعادة بناء جسور الثقة مرة تانية، وده تجلى في مسألة الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع المدني، مؤسسة حياة كريمة، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ده مهم جدا. وده جانب، خليني أقول لك على حاجة، احنا بنتكلم على حجم بقى مهول بقى، كل ده جانب واحد من جوانب عمل المجتمع المدني. المجتمع المدني جوانب عمله أوسع بكده كمان بكتير، يعني مسألة التوعية والتدريب والتأهيل المدافعة والمناصرة وكل يعني الثقافة يعني ده في جوانب كتيرة جدا 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 نقدر نتحرك فيها، والبوتنشل فيها أو الفرص فيها مذهلة. لكن احنا بنبدأ بالأولويات، ده احنا في عندنا ناس بتعاني من أزمات حياتية مهمة، في الأزمة الاقتصادية، في فقر، في محتاجين الاحتياجات الأساسية. وبالتالي انا ارى ان اللي هيحصل بعد كده كمان النموذج الرائع للتشبيك بين الحكومه والمجتمع المدني، انا ارى انه هيحصل فيه توسع كمان، وهيحصل كمان فتح مساحات اوسع كمان للمجتمع المدني ان هو يعمل بحريه في المجالات المختلفه، زي ما بنتكلم في المجال الثقافي، التوعوي، التعليمي، التدريب، التاهيل، حاجات كتيره جدا 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 تقدر تنقل
الحياة المواطن للأحسن بصورة كبيرة جدا. ده أول حاجة. نرجع بقى لمسألة القواعد البيانات والاستهداف. التموين لقينا أن حصل تطوير كبير للمنظومة، حصل تنقية كبيرة جدا للمستفيدين، لقينا في ملايين بتخرج ليس لهم أي حق في هذا الأمر وبيهدروا فرصة على مواطن أكثر احتياجا وعلى حد أكثر احتياجا. فالتنقية بطاقة التموين ده كان مهم جدا لأن خلق وفرات وخلق استهداف للأكثر احتياجا فعلا، الناس اللي فعلا محتاجة ده والفرصة دي تروح لهم. لقينا بالتوازي مع ده كمان مع تكافل وكرامة اتحطت الاشتراطات بتاعة الاستحقاق، وأنا أرى أن من المهم أن مسألة الاشتراطات بتاعة الاستحقاق دي يتم مراجعتها بصورة دورية، لأن في الحالة المثالية المهم من أي برنامج دعم مش أن احنا بندخل قد إيه تحتيه، لكن قد إيه بنخرج ناس من تحت خط الفقر. طبعا ده في الوقت الحالي ده يعني يعد رفاهية لأن احنا عندنا أزمة حقيقية، فإحنا المهم دلوقتي أن احنا نحافظ على الناس ونوفر لهم الكلام ده، لكن بعد كده من المهم ان احنا نبص على مسألة استهداف الفقر، مش ان احنا بس نعمل المظلة بتاعت الحماية دي، لكن ازاي نعمل بقى المحتوى التمكيني. ويمكن ده موجود في حياة كريمة، لكن صحيح. عايزين المسألة بقى تتوسع اكتر من كده. مسألة المحتوى او الجانب المتعلق بتمكين الفئات الاضعف، تمكين النساء، تمكين خلق فرص عمل بصورة اوسع وهكذا. فالمسألة انا ارى ان في اللي جاي يعني في فرصه كبيره للتحسن في يعني هي بدات في النقطه دي تحديدا، بدات من قاعده بيانات دقيقه وسليمه صحيح. وتنقيه حتى البيانات اللي كانت موجوده بالفعل عشان نقدر ان احنا نوصل المستفيدين بالفعل الاكثر احتياجا زي ما احنا بنتكلم، وايضا فكره ان احنا كمان نقدر نخرج قد ايه من صحيح. تحت يعني هذه المظلة مش لأي سبب أكتر، من بالعكس إن هم يبقى في جودة حياة أفضل ونوفر فرص عمل وما إلى ذلك، نقدر نساعد كمان ناس تانية. أنا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر سيادة النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا لحضرتك، سعدت بيكم. شكرا كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.